رئيس الوزراء يبحث استعدادات المؤتمر الاقتصادي وبدء تشغيل مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الزكية. ووزارة التضامن تعلن حل 169 جمعية تابعة لجماعة الإخوان. ومصر تغلق سفارتها باليمن والبعثة الدبلوماسية تعود للقاهرة. ووزارة الصحة تعلن توفير السوفالدي المستورد في الصيدليات السبت المقبل. والسجن المشدد 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح في أحداث مجلس الشورى. مرحبا بحضراتكم معنا في الحياة اليوم، لقاء جديد بجمعنا مع حضراتكم بتابع من خلاله أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة. النهاردة الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة والمهمة، وفقرتنا الرئيسية إن شاء الله هنستكمل اللي اتكلمنا فيه يمكن على المستوى الخبري امبارح بخصوص انتخابات مجلس النواب وموقف القوانين المنظمة العملية الانتخابية. هل الانتخابات هتتأجل ولا لا، وفقا طبعا لقرار المحكمة الدستورية، والفصل هيكون بعد أيام. النهاردة هنفهم الكلام ده على المستوى القانوني، بالإضافة كمان للموقف السياسي للأحزاب والقوى السياسية وتحضيراتها، ولأي مدى اللي حصل ده هيربك من حساباتها، هتتأجل العملية الانتخابية ولا إيه اللي هيحصل بالظبط. ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله في فقرتنا. أما بالنسبة لأخبارنا هنبتدي حالا مع حضراتكم باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وترأس طبعا الاجتماع بطبيعة الحال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بحضور عدد كبير من الوزراء، من بينهم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الصحة، التموين، المالية، علشان يناقشوا الاستعدادات المطلوبة للمؤتمر الاقتصادي اللي إن شاء الله هيكون في شرم الشيخ في مارس اللي جاي. رئيس الوزراء التقى بشركة أو مجموعة شركة سكاي باور الأمريكية الكندية للطاقة الشمسية، وكان حاضر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وحسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء صرح وقال إن رئيس مجلس الوزراء رحب باستعداد الشركة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هيتم دراستها خلال هذه الفترة. برضو وزير الداخلية من ناحيته النهاردة أجرى جولة تفقدية في محافظة جنوب سيناء علشان يراجع الإجراءات الأمنية قبل المؤتمر الاقتصادي بإذن الله. ورئيس الوزراء أصدر قرار بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمواني المنشأ بوزارة النقل، اللي هيكون برئاسة وزير النقل وعضوية رئيس قطاع النقل البحري ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمينا اسكندرية. برضو الحكومة وافقت على الإجراءات المطلوبة للبدء في تشغيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الزكية. الموضوع ده عبارة عن إصدار بطاقات زكية لغير حاملي البطاقات التموينية علشان يصرفوا أي خدمات دعم متعلقة طبعا بالحكومة، سواء بنتكلم على العيش، على البوتاجاز، معاش الضمان الاجتماعي، الصحة، كل ده إن شاء الله هيكون باستخدام البطاقات الزكية. معي على التليفون أستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، برحب بحضرتك معنا يا أستاذ محمود، مساء الخير. أهلا بك يا أستاذة لبنى، وأهلا بمشاهدينك الكرام. الله يخليك يا فندم. أستاذ محمود، نعرف الإجراءات بقى اللي هتتم لصرف البوتاجاز عن طريق البطاقات الزكية، إيه المطلوب من المواطنين وإيه اللي هتعملوه حضراتكم من ناحيتكم يعني؟ وحقيقة مشروع توزيع صنات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين ده مشروع كان مقدمه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لوزارة البترول، وتم موافقة عليه اليوم من مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب. والمشروع ده بيتضمن ان هيتم تخصيص حصة من البوتاجاز، عدد من الصواني من البوتاجاز شهريا لكل أسرة والمواطن على بطاقة التموين، والمواطن ما عندوش بطاقة تموين يتم استخراج له بطاقة صرف بوتاجاز مثلها، مثل نظام العيش اللي تم تطبيقه في وزارة التموين، ان احنا دلوقتي بننزل عيش على بطاقه التموين لكل مواطن له 150 جنيه شهري، والمواطن اللي مالوش بطاقه تموين بيتم استخراج له بطاقه صرف خبز، وايضا اللي بيوفر في العيش بيقابله سلع غذائيه مجانيه من عند البلد التموين. ماشي. بالنسبه للبوتاجاز، بالنسبه للبوتاجاز يا استاذ محمود، حصه المواطن او الاسره قد ايه منه؟
هي في لجان دلوقتي حاليا مشتركه، لجنه مشتركه بين وزاره البترول ووزاره التموين لتحديد عدد الصناديق المنزليه يعني الشهريه لكل اسره. وهيبقى ايضا فيها مميزات للمواطن اللي بيوفر في استهلاك البوتاجاز مثلها مثل نقاط الخبز بالظبط. هياخد ايه بقى بدل البوتاجاز يعني؟ هيبقى سلع غذائيه مجانيه من برضه من عند البقالي على بطاقات التموين. بالتاكيد. وايضا كمان هيتم توزيع ماكينات صرف البوتاجاز في المستودعات، وايضا مع الشباب الخارجين ان هو هيوزعوها برضه على المنازل بالسعر الرسمي. طيب اللي عنده بطاقه تموين او يعني ايه المطلوب بقى علشان انا اطلع البطاقه الذكيه، قاعده البيانات، هل في اجراءات معينه مطلوبه من المواطن؟ لا حضرتك، اللي عنده بطاقه تموين ذكيه دي خلاص هيتحدد له الحصه بتاعته شهريا. اللي ما عندوش؟ اما المواطن اللي ما عندوش بطاقه تموين هيتم استخراج له بطاقه صرف بوتاجاز. وايضا مش كل مواطن عنده بطاقه تموين ذكيه هيبقى له حصه بوتاجاز، لان في عدد كبير من المواطنين اللي عندهم بطاقات تموين ذكيه عندهم غاز منازل. احنا هنستعين بقاعده البيانات في وزاره البترول اللي يعني هل في اوراق، انا بسال استاذ محمود، في اوراق مطلوبه من المواطن؟ المواطن يتقدم مثلا لجهه بعينها علشان يطلع البطاقه، ولا حضراتكم هتتولوا الموضوع ده؟ المواطن حضرتك اللي ما عندوش بطاقه تموين هيتم استخراجه بطاقه صرف بوتاجاز لما يتقدم لمكتب التموين بصوره من بطاقه الرقم القومي، بصوره من بطاقه رقم المدام، بصوره من شهادات ميلاد الاولاد كمبيوتر. من امتى التنفيذ ان شاء الله؟ ان شاء الله عندما اللجنه تنتهي من اعداد الدراسات الخاصه بهذا المشروع سيتم الاعلان عن تفاصيله بالكامل، هو قريبا جدا باذن الله. تمام، شكرا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين، شكرا جزيلا. نروح لوزاره التضامن، وقرار مهم النهارده من وزير التضامن الاجتماعي سيده غاده والي، دكتوره غاده والي، اللي قررت حل 169 جمعيه اهليه تابعه لجماعه الاخوان في 9 محافظات. هي موجوده معانا على التليفون، نعرف بشكل مباشر التفاصيل المتعلقه بهذا القرار. سياده الوزيره برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذه لمى. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني زي ما بقول يا ريت تفاصيل اكتر عن الجمعيات او الجمعيات اللي تم حلها ومصيرها. لا يعني احنا الجمعيات اللي تم حلها دي جمعيات بندرس حالتها بقالنا فتره، وهي جمعيات كانت اشهرت بعد الثوره. ايوه فندم. بعد 2011، وهذه الجمعيات ما عندهاش انشطه، معظمها متوقف، وبالتالي هي بتستخدم، قد تستخدم كمصرف مالي او كآلية، مش يعني تستخدم استخدام سلبي، ما فيش انشطة على الارض. هي الجمعية بيبقى ليها حسابات في البنوك لكن ما فيش انشطة على الارض، يعني ما فيش حد هيتضرر من قرار الحل يعني. لا بالعكس، هنستفيد كلنا في مقر الجمعية بيبقى مغلق، ما فيش جمعيات عمومية، أعضاء مجلس إدارة هاربين أو غير موجودين، ما بيعقدوش اجتماعات، ملهاش أنشطة. إحنا عندنا نوعين من جمعيات المحظورة، جمعيات لها أنشطة، وهذه الجمعيات بيتبعها مستوصفات خيرية أو بيتبعها مدارس أو بيتبعها أنشطة دينية. دي أنا سلمتها من الناحية الفنية للوزارات المختصة، يعني طلبت من وزارة الصحة تشرف فنيا على المستشفيات، من وزارة التعليم تشرف على المدارس، ومن وزارة الأوقاف تشرف على الأنشطة، تحفيظ القرآن ودروس الدين والكلام ده. تمام. أنا بشرف مالي وإداري من خلال 4 مستويات رقابة. في عندي جمعيات تانية موجودة على الورق وموجودة كحسابات في البنوك لكن الحقيقة ملهاش نشاط بالظبط. فدي تم حلها لأنها جمعيات وجودها الحقيقة يضر أكثر مما ينفع، وهي كلها أشهرت في بعد الثورة وما عملتش أي أنشطة، فممكن تكون كانت رؤوس أموالها، ممتلكاتها، الأصول. ما هي الأصول بالقانون بينظم هذا الكلام، القانون بينظمه بوضوح، بيقول إنه الأموال اللي في البنوك والأصول تؤول إلى صندوق إعانة ودعم الجمعيات الأهلية التابع للوزارة، اللي من خلاله بنقدر ندي إعانات وندي تمويل للجمعيات الناشطة. طيب بنتكلم 169 جمعيه يا سياده الوزيره، يعني يعني هل في مثلا اسماء كده على المستوى الاعلامي معروفه مشهوره يعني ممكن نعرفها؟ يعني انا الحقيقه الاسماء كلها معايا لكن ما اعرفش. طيب يعني تدينا فكره، يعني في منهم مثلا حاجه جمعيه شرعيه؟ دايما المصطلح ده بيبقى لا يا مصر الجمعيات. لا يعني في جمعيات، الجمعيه الخيريه لخدمه المرضى في سوهاج، جمعية بيت العيلة لتنمية المجتمع في أسوان، جمعية 25 يناير في مرسى مطروح، ينابيع الخير، نور الإسلام، يعني طب أكتر جمعية الرعاية الدينية بالحمول،
وهكذا البر والإحسان، جمعيات كلها اسمها يا النور يا البر يا الجمعية الخيرية بكذا، الجمعية الخيرية بكذا، يعني أبواب الجنة وهكذا. طيب أكتر الجمعيات موجودة في أي محافظات برضو يعني دي مؤشر يعني الناس بتشتغل فين؟ يعني في عدد كبير جدا في كفر الشيخ. يعني عندي حوالي 19، لا عندي حوالي 50 جمعية في كفر الشيخ لوحدها؟ فجأة كده كلهم أشهروا في 2012 و2011 عدد كبير جدا ملهاش أي أنشطة ولا ليها حتى مقرات. فكفر الشيخ فيها عدد كبير جدا. عندنا أيضا في الوادي الجديد ومرسى مطروح في جمعيات. عندنا أسيوط فيها عدد كبير، فيها حوالي 8 جمعيات. سوهاج فيها جمعيات، يعني هي مركزة في محافظات معينة. اسكندرية فيها الحقيقة عدد كبير جدا برضو من الجمعيات. طب هل في قائمة يعني تانية من الجمعيات برضو جاري يعني بحث موقفهم؟ أنا متصورة إن إحنا هنحل حوالي 500 جمعية في خلال الكام يوم الجايين. شكرا جزيلا دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على وجود حضرتك معنا في الحياة اليوم وعلى المعلومات اللي تفضلتي بيها طبعا فيما يتعلق بقرار حل 199 جمعية تابعة لجماعة الإخوان. شكرا جزيلا. فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية. النهاردة سفارتنا في اليمن أغلقت أبوابها والبعثة الدبلوماسية عادت للقاهرة صباح اليوم بسبب طبعا الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك. رجعت البعثة للقاهرة في ساعة مبكرة النهاردة الصبح، بعثتنا برئاسة طبعا السفير يوسف الشرقاوي سفيرنا في اليمن. الوضع في اليمن طبعا وضع غامض جدا ومرتبك، وقبل كده كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول العربية كان سبق وخدت نفس هذا القرار وقفلت برضو سفارتها بسبب المخاوف الأمنية. ده لأن زي ما حضراتكم يعني اللي متابع الأوضاع في اليمن سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور، تهددهم للرئيس هادي منصور، دفعوا للاستقالة وهو من ناحيته متمسك بشرعيته. الحوثيين سبقوا وفرضوا الإقامة الجبرية على رئيس اليمن في مقر طبعا الرئاسي في العاصمة صنعاء، لكن ده كمان البرلمان اليمني حتى هذه اللحظة لسه ما اجتمعش لقبول الاستقالة علشان تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية. على كل الأحوال يعني الوضع طبعا ينذر بالخطر، أوضاع أمنية أوضاع سياسية مرتبكة بشكل كبير. نفهم برضو تفاصيل أكتر عن الوضع في اليمن وعودة البعثة. معنا على التليفون سيادة السفير يوسف الشرقاوي سافرنا في اليمن والموجود حاليا في القاهرة. سيادة السفير برحب بحضرتك. يا فندم الحمد لله على سلامتك يا فندم. الله يسلمك يا فندم وشكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. معالي السفير، الاول عايزين نعرف القرار اغلاق السفاره، يعني برضو هي السفاره يعني ما فيش حد قائم بالاعمال او ييسر الاحوال هناك، ولا السفاره قفلت ابوابها وكامل البعثه موجودين في القاهره الان؟ هو الحقيقه ان السلطه المختصه في جمهوريه مصر العربيه ارتأت في ضوء الحفاظ على سلامه وامن اعضاء السفاره. أيوة فندم. والمكاتب الفنية كلها اللي هي المكتب التجاري تمام والثقافي والطبي والإعلامي والعسكري وغير ذلك ارتأت إغلاق السفارة والكامل المكاتب الفنية. وبالفعل عدنا لأرض الوطن صباح اليوم 23 فبراير الجاري في هذا الشأن، لأنه طبعا على هذا القرار اتخذ بشكل يعني قوي. وده بيبين ان في يعني تحرك الان نشط للدبلوماسيه المصريه مش كرد فعل الاحداث ولكن ايضا في التعامل بجديه مع الاحداث وفي اطار الحفاظ على امن وسلامه الاعضاء وايضا الامن القومي المصري والمصالح القوميه في اليمن. هل التحديد يخص المصريين ولا بنتكلم عن وضع الاجانب بشكل عام في اليمن حاليا؟ يعني على وضع الاجانب بشكل عام في اليمن، الوضع بالنسبه للسفاره يعني وبالنسبه او الجاليه بشكل عام، الجاليه المصريه في اليمن وضعها مختلف عن جاليات اخرى. بنتكلم المصريين في اليمن عندهم قد ايه؟ حضرتك هم دلوقتي حوالي 10,000 ما بين في صنعاء العاصمه وفي الحديده وفي عدن
وفي بعض المدن الأخرى. لكن ميزة الجالية اليمنية المصرية في اليمن عن غيرها من المدن الأخرى إن الجالية المصرية تعتبر جزء من النسيج الاجتماعي في اليمن، بمعنى إن هم على مدى العقود الماضية خاصة منذ الستينيات استقر وفي المصريون المقيمون هناك وأصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي، إما من خلال الزواج أو المصاهرة أو مشاكل ذلك. ولكن يعني هذا بيختلف مثلا عن دول متاخمة زي الجالية المصرية في السعودية أو غير ذلك، تبقى كلها معظمها يعني عمالة أو مغتربين، وبالتالي الوضع مختلف، هم جزء من المجتمع أساسا، عدد كبير من الأساتذة ما زالوا موجودين، فما فيش مشاكل بالنسبة لهم قوي يعني. لا ما فيش مشاكل حضرتك بالضبط كده، أساتذة في حتى في مناصب كويسة في المستشفيات، في ناس حتى في وظائف عليا في الحكومة، وبالتالي ما عندهمش مشاكل. لكن يعني أفهم من حضرتك أنه ما ينفعش نقيس مثلا الوضع في اليمن بالوضع في ليبيا ونطالب بإجلاء المصريين أو عودتهم من هناك أن في خطورة على حياتهم يعني. لا يا فندم، ليس هناك شيء من هذا القبيل، ولكن في نفس الوقت من يريد أن يعود مصر الطيران ما زالت بتعمل. بس هيرجع ازاي والتنسيق ازاي بقى يعني؟ التنسيق كامل يعني في اجراءات معينه بنبلغها. احنا عاملين، انا عامل معاهم واتساب في اتصال مباشر بشكل دوري ويومي، لو في لو في اي اتصال من خلاله او اتصال بمصر الطيران، الاجراءات سهله جدا في التسفير، سيما ان مفيش تاشيرات خروج او في تاشيرات دخول او شيء من هذا القبيل. يعني الوضع بالنسبة لهم ميسر. تمام يا فندم، أنا بشكرك معالي السفير يوسف الشرقاوي سافرنا باليمن الموجود حاليا في القاهرة بعد قرار عودتهم نظرا للأوضاع المتدهورة في اليمن أمنيا وسياسيا. نرجع للخبر الأول، وطبعا لأهميته محتاجين نفهم الحكومة إزاي بتستعد للمؤتمر الاقتصادي، سواء بنتكلم على التعديلات التشريعية المطلوبة أو الإجراءات الأمنية أيضا. أنا معي على تليفون دكتور هشام فهمي مساعد رئيس الوزراء، برحب بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور. عايزين نعرف إزاي الحكومة دلوقتي بتشتغل استعدادا للمؤتمر، بنتكلم على اجتماع للمجموعة الاقتصادية النهاردة، فإيه اللي بيحصل؟ في الحقيقة طبعا سيادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء موضحين تماما على أن المؤتمر الاقتصادي هو نقلة نوعية بالنسبة للدولة المصرية، لأن كل المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها المشروعات القومية سواء كانت في قناة السويس أو في كافة ربوع الدولة المصرية لن تتم إلا عن طريق مساعدة بعض الأشقاء والدول، وإحنا عارفين دلوقتي أن العالم كله أصبح قرية صغيرة، فكان لابد للدولة المصرية أن توضح ما تملك من مشروعات وما لديها من رؤى مستقبلية، فكان فكرة انعقاد المؤتمر الاقتصادي. طبعا التعديلات التشريعية سوف تنصب على قانون الاستثمار الموحد، وقانون الاستثمار الموحد حقيقة احنا عارفين ان البيئة التشريعية في مصر بيئة يكاد يكون معقدة، والكافة يعلم هذا الموضوع، ولذلك كان اول قرار لرئيس الجمهورية بعد توليه هو اعلان تشكيل اللجنة الاصلاح التشريعي، ولجنة الاصلاح التشريعي بمساعدة بعض المستشارين في مجلس الوزراء بالفعل قاموا باعداد القانون الاستثمار الموحد، وهذا القانون هو نواة المؤتمر الاقتصادي، لان اللي على اساسه هيتم عمل كافة الشركات في خلال الدولة المصرية، يعني على كافة أرجاء الدولة المصرية، بداية بقى من المشروعات الاقتصادية، وحقيقة كافة الأطراف في الدولة حاليا المشروعات جاهزة يا دكتور هشام. الرئيس امبارح كان بيتكلم ان الحكومة بتشتغل على المشروعات من ناحيتها، وهيئة قناة السويس برضو من ناحية تانية. احنا المشروعات بقت واضحة دلوقتي، عارفين احنا بنتحرك في أي اتجاهات؟ بالظبط كده، بالظبط. هيئه قناه السويس بقياده طبعا الفريق مميش طبعا قامت بالفعل باعداد رؤيه مستقبليه لكافه المشروعات اللي عندها. تمام. الحكومه قامت برضو وبالذات الصعيد، ولذلك هقول لكم ان شاء الله ان المؤتمر الاقتصادي سوف ينقل بشرة خير لابناء الصعيد، وبعد ما حدث طبعا في ليبيا لابنائنا في المنيا، فكان لزاما على الدوله المصريه حقيقه ان تحدد اولوياتها بالنسبه لابناء الصعيد. فانا طبعا بطمن كل ابناء الشعب. طب بس عايزين نطمن برضو على التعديلات التشريعيه المطلوبه والقوانين، يعني اللي هتنظم الاستثمار او تجعله اسهل، امتى هتخرج للنور؟
هو احنا عايزين نقول ان قوانين الاستثمار هتبقى قانون واحد، يعني مش هتبقى مجموعه قوانين. قانون الاستثمار الواحد او الشباك بالضبط، قانون الاستثمار الموحد، وهو قائم على فكره الشباك الواحد والموظف الوحيد، بحيث ان اي شركه عايزه تقوم نشاط في مصر تمام هتقوم عن طريق شباك واحد وعن طريق موظف واحد في خلال مده زمنيه معينه بانهاء الاجراءات، مع بقى ازاله كافه المعوقات، لان هو الهدف الرئيسي من هذا القانون هو ازاله كافه المعوقات اللي كانت موجوده امام المستثمرين. واحنا بالفعل برضو في لجان مشكله داخل مجلس الوزراء لبحث مشاكل المستثمرين في المشروعات القائمه. اتفضلي. امتى هننتهي؟ يعني امتى هيتم الاعلان ان احنا خلاص اولا المشروعات جاهزه ويتم طرحها برضو على وسائل الاعلام او نبقى عارفين حتى الخطوط العريضه المشروعات بالنسبه للبنيه التشريعيه؟ بالنسبه للبنيه التشريعيه دي خلاص، يعني ممكن هنقول يعني خلال ايام، لان احنا عارفين المؤتمر القضائي يبقى شهر 3 بالظبط كده. اما بالنسبه للمشروعات فكل جهه سواء، ولذلك على فكره برضو ان كل قطاع، كل سواء قطاع اقتصادي قطاع خدمي، كله هيعد المشروعات اللي عنده بحيث تطرح امام المستثمرين ويتم رؤيه ايه نسبه الشراكه اللي فيها وكلها. يعني خلاص احنا بنعد الاوقات، لان خلاص دخلنا يعني في المراحل الاخيره لهذا المؤتمر بالزبط. والشعب المصري بالفعل تمام. كله بينظر لهذا المؤتمر على انه هو السبيل الوحيد للخروج من العنق الزجاجه التي نحن فيها ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هشام فهمي مساعد رئيس الوزراء، شكرا لحضرتك. بينضم لنا كمان على تليفون سياده اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات. برحب بحضرتك معنا يا سياده اللواء. اهلا بيك يا ملوك. اهلا وسهلا بحضرتك. في اطار الاستعداد بقى للمؤتمر الاقتصادي، ازاي عمليه التامين بتتم؟ النهارده بنتكلم على زياره لوزير الداخليه لتفقد الاوضاع في جنوب سيناء. يعني هو السيد الوزير النهارده قام بجوله في منطقه وسط سيناء، في الجزء التابع لمحافظه شمال سيناء، القطاع الاوسط. القطاع الاوسط ده اللي هو بيتحكم فيها الدخول للمناطق الممرات والأودية القديمة لمنطقة جنوب سيناء. تفقد النقاط الاستحكامات الحصينة اللي يقوم بها القوات المسلحة والشرطة في عدد من الممرات وغلق عدد من الأودية. تفقد النقاط الأمنية ومنطقة المنطقة جيم. اطمئن على توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة للقوات اللي موجودة. التقى بقطاع قوات قطاع الأمن المركزي في المنطقة. كان جولة شملت كافة النقاط والأكمنة وكافة نقاط الشرطة، وافتتح قسم المسطحات المائية الجديد في منطقة طابة. الحقيقة الجولة هي كانت للالتقاء مع الضباط ومع القوات ميدانيا، ويعني إحساسهم أن وزير الداخلية في وسطهم، وكمان يطمئن على توافر كافة المعدات والتجهيزات اللازمة للعمل في هذه المنطقة. طيب برضو دلالة اختيار القطاع الأوسط من سيناء زي ما حضرتك تفضلت، برضو تفقد الأوضاع في شمال وفي جنوب، المسألة دي ليها دلالة ان احنا نبتدي الجولة التفقدية من هناك، بالإضافة بالتأكيد لتأمين الداخل، تأمين القاهرة او محافظات مصر مختلفة تحسبا لأي اعمال ممكن تتم لإفساد الأجواء استعدادا للمؤتمر الاقتصادي. فلو نتكلم شوية برضو يا سيادة اللواء عن إجراءاتكم استعداداتكم، يعني ازاي تطمنوا المواطن التأمينية المصري أو المستثمر اللي جاي من الخارج دلوقتي؟ الإجراءات الأمنية لتأمين البلاد في المناسبة دي يعني على قدم وساق. أجهزة المعلومات تتخذ شؤونها في ملاحقة كافة العناصر الإرهابية وضبط العديد من الخلايا وضبط العديد من المجموعات التي كانت تقوم بزرع العبوات الناسفة وتصنيعها. الفترة الأخيرة دي شهدت ضبط عدة تشكيلات إرهابية سواء في بورسعيد او في الاسكندريه او في المنصوره او في البحيره او في الفيوم. الحقيقه يعني جهود كبيره جدا لاجهزه المعلومات لملاحقه هذه العناصر. هناك خطه لتامين كافه المنشات الهامه والطرق الرئيسيه، وتم الدفع بالعديد من القوات من مختلف قطاعات الوزاره لتعزيز مديريات الامن وتعزيز التواجد الميداني. الانتشار المكثف في الميادين والمحاور موجود من قطاعات الانتشار السريع والامن المركزي. يعني هناك خطه متكامله ان شاء الله تضمن باذن الله ان يتم هذا المؤتمر وينجح بخير نجاح ان شاء الله،
ويكون عنوان للاستقرار بإذن الله في مصر خلال هذه الفترة. بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، شكرا جزيلا. نروح لخبر تاني، والنهارده دكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة قال إنه هيتم توفير عقار سوفالدي المستورد في الصيدليات إن شاء الله، العقار اللي بتنتجه شركة أمريكية ده هيكون موجود في الصيدليات بداية من يوم السبت اللي جاي بسعر، أنا بس عايزة أتأكد من السعر ده، بنتكلم على 14,940 جنيه للعبوة الواحدة، وهيكون في 1000 عبوة في الأسواق، وصرفها هيكون وفقا لبروتوكول العلاج بمراكز الكبد بوزارة الصحة. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة معايا على التليفون، مساء الخير يا دكتور حسام. مساء الخير أستاذة ربنا، زي حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله يا دكتور. دكتور الأول إيه الرقم ده 14,000، وبنتكلم الدواء اللي هيبقى موجود في الصيدليات ده الدواء اللي جاي من بره ولا إحنا مش بنقول إحنا هنصنعه ان شاء الله من يعني شركات الدواء المحليه؟ هو الدواء المصري هيبقى موجود في الصيدليات بسعر 2670 جنيه، والدواء المستورد برضه هيبقى موجود في الصيدليات بهذا السعر، لانه هو سعره بره 240,000 جنيه. ما عارفه، ايوه، بس احنا نجحنا وجبناه بسعر يعني لا يقارن يعني باي سعر موجود في العالم كله. صحيح. بس في المراكز عندنا وفي وزاره الصحه، اللي هيبقى في الصيدليات بقى الاجنبي برضه هيبقى المصري موجود والاجنبي موجود. طب المصري بدانا فعلا في انتاجه ومطروح في الاسواق؟ المصري انتهت الشركات من المراحل النهائيه، وخلال الاسبوع القادم هينزل شركتين بالانتاج المصري، وفي نص مارس هينزل شركتين تانيين، هيبقى عندنا اربع شركات منزله انتاجها في الاسواق على 15 مارس. طيب بالنسبه للدواء بقى ال 14,000 ده يا دكتور، الناس تتعامل ازاي؟ يعني قول برضو اللي احنا بناخده عن طريق وزاره الصحه معروف، انا يعني هيتقال لي الارشادات اعمل كذا واخد قد ايه الجرعه، لكن المواطن يروح يشتري السوفالديل المستورد كده من الصيدليه ياخده بناء على ايه؟ هو سواء المستورد او المصري هيتم صرفه بناء على بروتوكول اللجنه العليا للفيروسات اللي بتقول العلاج يا اما ثنائي بياخد جرعة من السوفالدي مع جرعة من دواء آخر اسمه ريفابايرين ده لمدة 6 أشهر، أو علاج ثلاثي ريفابايرين وانترفيرون وسوفالدي لمدة 3 شهور، ولن يتم صرفه إلا من خلال روشتة الطبيب وفق البروتوكول اللجنة العليا للفيروسات عشان يؤدي النتيجة المرجوة منه. معلش وضح لي الجزئيه دي، يعني مش كل حد معاه المبلغ اللي هو يعني سعر الدواء يقدر يروح يشتريه ويجيبه، ولا لازم يرجع للوزاره والبروتوكول ومين اللي الاولويه برضه؟ هو بالنسبه للدواء المصري من خلال روشته من طبيب متخصص. مفهوم دي. واحنا مبلغين الصيدليات ومبلغين الساده الاطباء بالبروتوكول العلاجي. فدي معلومه. الفكره الدواء الاجنبي بس هو ده اللي سوف يتم، يعني لن يتم صرفه مباشره لانه لازم يرجع يعني الى الشركه ويبلغ بالبروتوكول والرقم القومي للشخص اللي هيصرف العلاج، والشركه هتوفره له خوفا من التهريب، لانه لما يبقى دواء سعره في مصر 15,000 جنيه ممكن اخد منه علبتين ابيعهم بره ب 480,000 جنيه. طب يرجع لمين بقى؟ للشركه؟ اي شركه بقى؟ لا هو 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 المواطن مش هيرجع، هي هو لما يروح الصيدليه بالروشته الصيدليه هتاخد منه الروشته وبطاقه الرقم القومي وهتوفر له الدواء خلال يوم او يومين، هيجي يستلم العبوه وياخد اول قرص زي ما بيحصل بالظبط عندنا من الدواء، ولما يجي ياخد الجرعه الثانيه لازم يستلم العبوه الاولانيه من نفس المكان. تمام. ماشي يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، نتابع مع حضرتك بقى اول ما يتم تفعيل القرار ويبقى موجود ونشوف التطبيق بقى باذن الله. اهم القضايا اللي تم نظرها النهارده هنبتدي من محكمه جنايات القاهره اللي قررت معاقبه الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهم اخرين في قضيه اتهامهم في احداث التظاهرات امام مقر مجلس الشورى، الاحداث اللي حصلت في 26 نوفمبر السنه اللي فاتت، وقتها طبعا كان في اعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء على المتظاهرين على قوات الامن، تم يعني الحكم عليهم بأحكام متفاوتة النهاردة، السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100,000 جنيه لعلاء عبد الفتاح. من ناحية تانية محكمة جنايات القاهرة أجلت جلسة إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت، تقرر التأجيل ل 8 مارس.
محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأجيل نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، القضية المعروفة على المستوى الإعلامي بالهروب الكبير، المتهم فيها محمد مرسي و130 متهم. تقرر التأجيل برضو لجلسة 25 فبراير الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. والنهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد من رجال الاعمال الايطاليين برئاسه نائب وزير التنميه الاقتصاديه. حضر اللقاء ده السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعه والتجاره، المهندس اشرف سلمان وزير الاستثمار. اللقاء اللي بنتكلم عنه عقد بمقر قصر الاتحاديه، قصر رئاسه بالاتحاديه. والوفد النهارده برضه عقد مؤتمر حضره في اطار منتدى الاعمال المصري الايطالي اللي بتشارك فيه حوالي 100 شركه ايطاليه وعدد كبير من الشركات المصريه المهتمة بالسوق الإيطالي. نتابع مع حضراتكم التفاصيل في التقرير اللي جاي. استكمالا لاستعدادات المؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع عقده في مارس المقبل، بدأت فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي بحضور عدد من الوزراء المصريين المعنيين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية المهتمة بالسوق الإيطالي. في وفد مكون من 180 فرد يمثلوا 100 شركة وثلاثة إيطالية في مجالات مختلفة صناعية وخدمية ومالية، في عدد من 6 بنوك، وبيبحثوا فرص الاستثمار في مصر والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتم حاليا. فرص كبيرة للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي القادم في قطاعات عدة بين مصر وإيطاليا، يعد إشارة على ثقة مجتمع الأعمال الإيطالي بقوة في الاقتصاد المصري. استثمر في قطاعات عدة من ضمنها قطاع البنوك، من ضمنها قطاع الطاقة، من ضمنها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من المستثمرين الجادين هيستوريكلي تاريخيا. هتضيف عمالة في المصانع اللي هتشتغل، هتضيف رأس مال للدولة، هتتيح عائد أجنبي لو حضرتك بتستخدمي أو المعونات والاستثمارات الإيطالية في إنك في صناعات هي نفسها موجهة للتصدير. خلال المؤتمر وجه الجانب الإيطالي الشكر للرئيس السيسي على جهوده في تعميق العلاقات المصرية الإيطالية خلال زيارته لإيطاليا في نوفمبر الماضي. منتدى أعمال مصري إيطالي تمهيدا للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس المقبل، ربما يمثل رسالة طمأنة لاستقرار الأوضاع في مصر واستعادة مكانتها الدولية والإقليمية كأحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار. آية جمال الدين، الحياة اليوم. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم وضع المصريين في ليبيا دلوقتي، وطبعا بعد الجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية علشان ترجع المصريين الراغبين في العودة، ترجعهم سالمين بإذن الله. بنتابع طبعا الجهد والجسر الجوي اللي بتقوم بيه أو اللي مخصصاه وزارة الطيران المدني لعودة المصريين من مطار جربة التونسي لمطار القاهرة. النهاردة مطار القاهرة استقبل طيارة جاية من تونس عليها 249 راكب مصري، ومصدر بالمطار قال ان الطياره اللي عليها 249 ده يعتبر او دي تعتبر ثالث رحله بتنظمها الشركة لنقل المصريين القادمين من ليبيا للقاهرة بالتنسيق ما بين وزارة الطيران ووزارة الخارجية. أنا معايا على التليفون أستاذ محمد رحمة المتحدث باسم وزارة الطيران. برحب بحضرتك معنا يا أستاذ محمد. مساء الخير يا استاذ لبنى. مساء النور يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمد. احنا بنتكلم في كم مصري دلوقتي رجعوا للقاهره؟ احنا الحقيقه طبعا بحضرتك الرحله اللي قلتيها احنا ثالث رحله. ثالث رحله في حدود 998 راكب. احنا المفروض في رحله ثانيه توصل تقريبا الساعه 11 النهارده اللي هي طلعت النهارده بعد الظهر، فكده نكون الحدود في عدد 1250 مصري بالرحله بتاعت النهارده بالليل ان شاء الله. ألف يعني بالرحلة إن شاء الله اللي جاية تبقى الرحلة الرابعة 1250 راكب. لا الرحلة الخامسة. الخامسة. الخامسة تبقى في حدود 1250 راكب. طيب التنسيق بقى وابتباعاته الطيارة بناء على إيه، وبيتم إبلاغكم بعدد المصريين المتجمعين أو اللي قدروا نجحوا يوصلوا لحدود الليبية التونسية؟ طبعا زي ما حضرتك عارفه ان الفريق وزاره الخارجيه، فريق عمل وزاره الخارجيه وفريق عمل مصر طيران على الارض هناك في تونس في مطار جربة وعلى المعبر الحدودي. طبعا التنسيق بشبه يعني دائم على مدار 24 ساعه.
احنا طبعا بنسير رحلات بناء على الاعداد اللي بتبقى راغبه في العوده وبتعدي المعبر الحدودي. طبعا احنا لغايه دلوقتي شغلنا 5 رحلات، ومن المتوقع ان احنا نشغل رحله تانية النهارده متاخر بالليل، بس ده بناء على الاعداد اللي بتظهر على الارض هناك. بتطلع الرحله لما بيكون مثلا قد ايه تقريبا مصري موجودين وطالبين العوده؟ احنا ما بنستناش، احنا لما بنلاقي في اعداد موجوده حضرتك بنبدا نسير الرحله، بحيث ان الرحله لما توصل يكون في عدد كافي ان مش الرحله تبقى كومبلي، يعني لما يبقى العدد كامل طلع. ما بننتظرش طبعا، عارفين ان الناس بتبقى مرهقه نظرا للظروف. فبنحاول ان احنا نسير رحلات في ميعاد مناسب، لان حضرتك الطريق برده من المعبر الحدودي لغايه مطار جربه يمكن هي مسافه قصيره، ولكن بتاخد وقت طويل لان في نقط تفتيش كتيره موجوده على الطريق، فالناس بتاخد وقت على بال ما توصل المطار. هل واجهتكم اي مشاكل ليها علاقه باوراق ثبوتيه، بتحقيق طبعا من الشخصيه، من الهويه، اوراق مثلا مطلوبه من العائدين؟ والله انا عايز اقول ان السلطات التونسيه متعاونه معانا تماما، لكن طبعا في اجراءات امنيه للتحقق من هويه الناس هناك، ودي حاجه طبعا احنا مقدرينها بسبب الظروف اللي موجوده في المنطقه. كمان بعد الوصول هنا للقاهره اكيد طبعا السلطات الامنيه في مطار القاهره بتقوم بدورها بانها بتحقق من الشخصيات والهويات اللي جايين على رحلات عشان نتاكد بس ان ما فيش اي عناصر خارجيه بتوصل لمطار القاهره. تمام، أنا بشكرك طبعا أستاذ محمد رحمة المتحدث باسم وزارة الطيران، شكرا جزيلا. في نفس السياق اللي بنتكلم فيه، إذا كنا بنتكلم دلوقتي على يعني تبعات ما بعد طبعا تعرض مواطنينا للاغتيال أو الذبح على يد تنظيم داعش الإرهابي، والمعركة اللي خاضتها مصر، سواء بنتكلم على المعركة العسكرية والضربة العسكرية اللي قامت بيها، أو دلوقتي احنا بنتكلم على معركة تانية مهمة، معركة سياسية ودبلوماسية. الحقيقة جهد مشكور وكلنا تابعناه، جهد الدبلوماسية المصرية والمعركة علشان تحاول أنها توجد رأي عام عالمي أو حتى على مستوى الحكومات، يكون في توحيد للصف لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. المعركة اللي شفناها في مجلس الأمن، الموقف الأمريكي والغربي نقدر نوصفه أنه كان متخاذل في الأيام اللي فاتت بعد ما مصر قامت بتوجيه الضربة العسكرية لداعش. الحقيقة في كلام كتير قوي يقال في هذا الموضوع، محتاجين نفهم بقى ايه اللي قامت بيه الدبلوماسية المصرية وصولا لمجلس الامن. صحيح ما قدرناش نحصل على اللي احنا كنا عايزين نوصل ليه، لكن ممكن نقول دي مجرد مقدمة. الاردن بتشتغل دلوقتي وفي تنسيق برضو مصري وفي تعاون علشان نعرض موقف مصر مرة تانية. تفاصيل اللي حصل في الايام اللي فاتت في كواليس الامم المتحدة واللقاءات اللي تناولت الوضع الاخير في ليبيا في ظل تطورات الاوضاع الامنية المتردية هناك، واهمية برضو ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته إزاء هذا الوضع الخطير ده، اللي هنحاول نفهمه مع حضراتكم. معانا على الهواء مباشرة من نيويورك مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سيادة السفير عمرو أبو العطا. معالي السفير، برحب بحضرتك معانا يا فندم، أهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. بنشير طبعا للمعركه الدبلوماسيه المهمه اللي حضراتكم قمتوا بيها، فمحتاجين برضو نعرف المشاهد المصري والعربي ايه اللي دار في كواليس الامم المتحده، المواقف الغربيه، المواقف الاوروبيه والموقف الامريكي، وطبيعه التنسيق او التفاوض مع هذه الدول، هقول وصولا للنتيجه اللي بنحاول ان احنا نحسنها في الايام المقبله باذن الله. يعني هو حضرتك عارفة يعني فور حدوث الأنباء للجريمة البشعة اللي قام بها تنظيم داعش ضد المصريين، زي ما حضرتك أشرتي بالضبط، تحركت مصر على أكثر من مستوى. المستوى الأولاني كان مستوى الحربي، والمستوى الثاني كان مستوى السياسي. والحقيقة أنه فور انعقاد مجلس الدفاع الوطني يوم الأحد الماضي كلفني السيد الوزير خارجية بطلب عقد جلسة بالتشاور مع الجانب الليبي طبعا لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا. وسافر السيد الوزير ووصل هنا يوم الاثنين. فور وصوله بدأنا باجتماعات مع عدد من السفراء المهمين، ثم يوم الثلاثاء كان اجتماع مع 15 عضو في مجلس الأمن، ثم مع سكرتير عام الأمم المتحدة. وبالفعل تم طلب عقد الجلسة، وعقدت الجلسة بعد ظهر يوم الأربعاء. تحدث فيها وزير خارجية ليبيا، ثم وزير خارجية مصر، ثم وزير خارجية وزير الدولة الجزائري، ثم مندوب تونس ومندوب إيطاليا.
ودخل المندوبين ال 15 أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة للتباحث حول موضوع ليبيا. وفي أعقاب الجلسة العضو العربي الموجود في المجلس اللي هو المملكة الأردنية سلمته مشروع القرار اللي أعدته مصر وليبيا. وأول جلسة مشاورات حدثت يوم الجمعة الماضي، والجلسة الثانية سوف تبدأ خلال تقريبا ساعة من الآن. طب الجلسة الثانية بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها، هل هيكون في يعني منحة مختلف للتعامل مع هذا الموضوع؟ هل هيكون في تنسيق بقى المرة دي مع روسيا مع فرنسا لدعم موقف مصر؟ هو هيك التنسيق موجود من البداية، يعني الحقيقة الوزير اتصل بوزراء الخارجية في كافة هذه الدول، واحنا هنا على اتصال بيهم، وقابل المندوبين الدائمين هنا في نيويورك لما كان موجود. والحقيقة في طبعا تجاوب من المندوب من روسيا ومن الصين ومن فرنسا، لكن حضرتك طبيعة العمل داخل مجلس الأمن انه دايما بيسالوا، بيبقى في اسئله حول مشروع القرار، يعني استفسارات عن حاجات معينه، اسئله معينه. هو القرار بيرتكز على في نقاط كثيره، لكن بيرتكز على ثلاث نقاط اساسيه، اللي هو طلب مصر برفع الحظر عن الحكومه الشرعيه لتمكينها من اداء مهمتها، رفع حظر السلاح. والنقطة الثانية وهي نقطة مهمة برضو، لازم يكون في حظر بحري على ليبيا حتى لا تحصل الميليشيات المتطرفة وتنظيم داعش والإرهابيين على السلاح من خلال البحر. والنقطة الثالثة برضو تمكين الدول التي ترغب في مكافحة الإرهاب داخل ليبيا بعمل تحالف معين في إطار الأمم المتحدة. يمكن الثلاث نقاط الأساسية. هناك طبعا أسئلة كثيرة، ما احناش يعني ما بنقدرش نقول ان احنا في خلاف، ما اقدرش اقول ان في خلاف بالمفهوم الخلاف، ولكن هيبقى في أسئلة كثيرة طبعا تتعلق بالنقاط الموجودة في مشروع القرار. أيوة بس معلش يا معالي السفير، شيء من التفصيل بس بخصوص موقف روسيا وفرنسا، يعني الأسئلة والاستفسارات دي ليها علاقة إن هم لسه ما كونوش وجهة نظر إذا كانوا ينضموا لمصر وليبيا في مطالبهم أو في مشروع هذا القرار، ولا 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 إيه موقفهم بالظبط؟ لا، هي موقفهم حضرتك انه يجب اتاحه الفرصه لمساعي اللي بيقوم بها مسؤول او ممثل السكرتير العام برناردينو ليون، مساعي السلام، وانه هو لازم اعطائه الفرصه قبل التدخل عسكريا او قبل اذا يعني رفع الحظر. احنا وجهه نظرنا انه هذا بالفعل، يعني مصر بتدعم الحل السياسي تماما. وشجعت الاطراف في تبرق انها تتعامل مع جهود المبعوث الاممي بمنتهى الايجابيه، لكن احنا بنرى ان ده مسار، ومسار الارهاب اساسا مكافحه الارهاب ده مسار تاني، لازم المسارين يمشوا بالتوازي، لانه عبال ما نصل الى حكومه وحده وطنيه، ده ان وصلنا الى حكومه وحده وطنيه سوف ياخذ وقت، وبالتالي يعني ما نقدرش نسيب الوضع الفوضى الموجوده في غرب ليبيا بهذا الشكل، وانه الناس تتعرض للخطر بشكل يومي، وبالتالي يجب مكافحه الارهاب بشكل متوازي تماما مع هذا الموضوع. فيعني ده اللي بنحاول، دي وجهه نظر اللي بنحاول حقيقه نوضحها. لكن هل طلب من حضراتكم يعني تعديلات على مشروع القرار؟ لسه يا فندم الموضوع هياخد وقت طبعا، يمكن ياخد لغايه نهايه الاسبوع النهارده. احنا بنحاول ان احنا نصدر القرار يمكن مع نهايه الاسبوع، مع بدايه الاسبوع اللي جاي. يعني حضرتك ديناميكيه العمل في مجلس الامن بتاخد وقت، وبالتالي يعني بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نجاوب على دي الاسئله. لكن زي ما بقول لحضرتك الجلسه الهامه هي اللي هتبدا يمكن كمان ساعه من دلوقتي، دي اللي هيكون فيها فعلا الاسئله، لانه حضرتك عارفه لما تم توزيع مشروع القرار الدول بترسله الى العواصم بحيث يتم دراسته وإرسال بقى بعض الاستفسارات عليه. فالاستفسارات دي كلها هنعرفها النهاردة يمكن خلال ساعة من الآن. الموقف الأمريكي يا معالي السفير، إيه تقييم حضرتك ليه وتوقعاتك إذا كان الموقف ده يعني ممكن إن هو يتغير في الساعات اللي جاية، نظرا وحضرتك طبعا أقدر مني على ده إنك بتتابع بالتأكيد وسائل الإعلام الأمريكية، وإحنا بيوصل لنا ردود أفعال المواطن الأمريكي على سبيل المثال اللي بقى يعني شايف الضربة الجوية اللي قامت بيها مصر إنها كانت مطلوبة وما حصلش ده من قبل أمريكا، فهل ده ممكن يكون عامل ضغط على الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الطلب المصري؟
يعني حضرتك لو 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 الواحد بيتابع وسائل الاعلام الامريكيه في معظمها بتشجع مصر طبعا، وبالعكس بتلوم في بعض الاوقات الجانب الامريكي على انه لم يتجاوب مع مصر فيما يتعلق بطلب السلاح اللي هي طالباه والامكانيات، وان يقف جنب مصر مكافحه الارهاب. اذا كانت فعلا الولايات المتحده والغرب جاد في محاربه الارهاب، فلازم ان يقف جنب مصر في هذا الموضوع، لانه النهارده اللي قاموا بالعمليات الارهابيه في اماكن من العالم يمكن تدربوا في اليمن، لكن غدا سوف يكون هيطلعوا من ليبيا، وبالتالي اللي بيحصل في ليبيا لن يؤثر على مصر فقط، بس سوف يؤثر على كل المنطقه شمال البحر المتوسط وجنوبا في الدول المتخمه لليبيا زي النيجر وزي مالي وزي نيجيريا. حضرتك كل الجماعات دي النهارده اصبحت بتتعاون بشكل وثيق، وهتنضوي كلها تحت داعش، وبالتالي ده اللي احنا بنحاول نفهمه للجانب الامريكي. اعلاميا في تجاوب، لكن في نفس الوقت هي وجهه النظر برضو بتاعت الامريكيه هي وجهه نظر بعض الاطراف الغربيه، ضروره الانتظار لما سوف تسفر عنه مساعي المبعوث الاممي. فاحنا زي ما بقول لحضرتك بنحاول نفهمهم ان ده مسار، ومسار مكافحه الارهاب يجب ان يستمر. على ذكر المبعوث الأممي، أنا عايزة يعني تقدير حضرتك للدور اللي بيقوم بيه الحقيقة، لأنه في انتقادات كتيرة وفي علامات استفهام حوالين حقيقة الدور اللي بيقوم بيه في ليبيا. في انتقادات من البرلمان الشرعي أو الحكومة الشرعية في ليبيا، مش فاهمين هو بيعمل إيه بالظبط في ليبيا الآن. لا، هو بيحاول يقرب وجهات النظر، وده شيء مشروع، يعني بيحاول يهوي وجهات النظر مع بعض، لكن الامور حضرتك الامور صعبه جدا في ليبيا، الفوضى في كل مكان، وليس من المتصور ان جماعه زي داعش او انصار الشريعه هتنضوي تحت اي مشروع سياسي، يعني هم اساسا وجودهم يتناقض مع اي فكره سياسيه ولا مع فكره الحوار السياسي اصلا، وده اللي بنحاول برضو يعني ان المجتمع الدولي يدركه، انه اذا كنا النهارده بنتكلم على حل سياسي ده في مسار، لكن مسار مواجهه هذه المنظمات الارهابيه مسار مهم جدا، ويجب التعامل معاه بجديه بصرف النظر عما سوف تسفر عنه على العمليه السياسيه. لا، الحل السياسي ده ليه مش موجود في سوريا مثلا؟ يعني ما هم دلوقتي بيفكروا وبيشتغلوا على ان هم يسلحوا المعارضه اللي هم مسمينها معارضه معتدله، فمش عارفه يعني الازدواجيه او الانتقائيه في التعامل مع الجماعات الارهابيه. يعني ربنا يكون في عونك يا معالي السفير انك انت توصل وجهه النظر المصريه في ضوء المصالح الغربيه او مصالح امريكا في التعامل مع هذا الملف الحقيقه. احنا بنعمل اللي نقدر عليه يا فندم، وان شاء الله مع نهايه الاسبوع تكون الصوره بقت واضحه تماما فيما يتعلق بفقراتنا في مشروع القرار، ونحاول ان احنا نطلعه باذن الله، بحيث انه يدينا الفرصه ويبرز للعالم اهميه اللي مصر كانت دايما بتقوله من ضروره مكافحه الارهاب في ليبيا. معالي السفير، هل حضرتك متفائل؟ يعني ايه اكتر حاجه انت شايل همها بعد ساعه من دلوقتي؟ يعني المعركه اللي جايه ولاي مدى هيبقى في اختلاف في المواقف؟ يعني حضرتك احنا بنتعاون طبعا بشكل وثيق مع الجانب الاردني اللي هو بيمثلنا في المجلس. أيوة. ودايما الحقيقه التعاون على اكمل وجه معاهم، ولكن ما اقدرش اقول لحضرتك لسه، يعني مع نهايه اليوم النهارده يمكن الامور تكون اوضح فيما يتعلق بمدى امكانيه الحصول على اكبر اجماع تجاه مشروع القرار، فيمكن مع غدا تكون الصوره يمكن اوضح، مع بدايه يوم غدا الامور تكون اوضح شويه. هل لو احنا بنتكلم على موقف عربي موحد، هل ده يخدم المطلب المصري لما بتكلم على دولة زي هو القرار اصلا؟ اتفضل يا فندم. لا، هو القرار اصلا قرار عربي، يعني لانه وزير الخارجيه لما تواجد في نيويورك كان حريص انه يجتمع بالمجموعه العربيه، واجتمعنا في مقر البعثه المصريه يوم الثلاثاء مساء، ووزير الخارجيه المصري شرح وجهه النظر وشرح اهم النقاط اللي بيتضمنها القرار، وكان في حضرتك شبه اجماع في مسانده مصر، وبالتالي هو في النهايه مشروع عربي وليس مشروع مصري ليبي فقط. طب قطر نطلعها من المسمى ده؟ يعني حضرتك يعني اقدر اقول لحضرتك انه شبه اجماع، فعلا شبه اجماع. تتعامل ازاي مع الموقف القطري يا معالي السفير؟ الموقف القطري هنا الحقيقه يعني موقف سلبي، يمكن هو في الموضوع يمكن في القاهره يمكن يكون اكثر في جامعه الدول العربيه، لكن اقصد هنا يعني سواء الموقف القطري مهمش تماما، يعني سواء داخل المجموعه العربيه او دوليا فهو موقف مهمش تماما، وبالتالي ما اظنش انه هيكون في اي اثر فيما يتعلق بالمسيره التفاوض داخل مجلس الامن. هو امير قطر يعني متجه الولايات المتحده تقريبا على بكره يا فندم؟ افندم امير قطر
المفترض ان هو في زياره يمكن بعد ساعات من دلوقتي. أيوه. هيكون موجود في الولايات المتحده، يعني لو في اي معلومات بس الهدف. اظن هو هيصل واشنطن يمكن خلال الساعات القليله القادمه. هل في يعني حاجه معلن عنها سبب هذه الزياره، التنسيق، ايه الهدف يعني؟ لا لا، ما عنديش فكره فندم خالص عن الزياره، لكن انا اعلم ان هو هيقوم بزياره يمكن خلال يا الساعات القادمه يا اما غدا او بعد غد، مش متاكد امتى بالظبط سوف تتم الزياره، ولكن بالفعل في انباء عن ان الزياره سوف تتم قريبا، لكن هي تفاصيلها ما عنديش فكره عنها. هل نقدر نربط ما بين اللي بيحصل في مجلس الامن وما بين الزياره المنتظره ليه؟ كل شيء جايز حضرتك، كل شيء جايز طبعا، لانه التحركات القطريه طبعا يعني منوعه للموقف المصري او الموقف العربي بشكل عام، فبالتالي يعني ارجح انه اكيد موضوع ليبيا سوف يكون على اجنده المباحثات مع الجانب الامريكي. يا معالي السفير، مره ثانيه كل المصريين بيدعوا لحضرتك وبيدعوا يعني الدبلوماسيه المصريه بشكل عام، معركه ما تقلش اهميه ابدا، ما كانتش اكتر كمان من المعركه العسكريه، لان ده الغطاء الدولي اللي احنا بنسعى ليه في معركتنا ضد الارهاب وضد داعش. يعني كل الشكر لحضرتك والكل طبعا البعثه الدبلوماسيه، وبالتوفيق باذن الله يا معالي السفير. وحضرتك عايز توجه كلمه اخيره للمشاهد العربي المهتم انه المنطقه العربيه تعيش في استقرار، فالكلمة لحضرتك. يعني أقدر أقول إن إحنا بمساندة المجتمع العربي طبعا والدول العربية بنبذل كل ما ممكن بحيث إننا نحصل على هذا القرار، سواء حصلنا على كل ما نريد أو على جزء من مما نريد، فهذه طبيعة التفاوض، ولكننا نبذل كل جهد الحقيقة لكي نصل بالمسار السياسي إلى مبتغاه، أن يكون به فعلا غطاء أممي وتفهم أكبر في المجتمع الدولي لما تقوله مصر ويعني بتقوله من زمان والآن غدا، أهمية مكافحة الإرهاب بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص، لأنه في النهاية سوف تنعكس على كل المنطقة، ولازم أن يفهم المجتمع الغربي والمجتمع العالمي كله هذه الحقيقة. معالي السفير، هي في سؤال اخير وحضرتك بتتكلم جه على بالي دلوقتي، وحضرتك بتتكلم على سقف التفاوض وممكن احنا نقل بمطالبنا شويه، مش عارفه هل مسموح او تقدر حضرتك تقول لي ممكن ننزل بطلبنا لغايه فين، او ايه الحد المسموح بيه، ايه الخيارات او البدائل اللي عندنا، ده ينفع يتقال ولا يترك للجلسه؟ لا يعني بقول لحضرتك، طبيعه التفاوض الانسان ما بيقدرش يحصل على كل اللي هو عايزه، مفهوم أي. لكن احنا عايزين نحصل على الاساسيات. ايوه اللي هي، وبالتالي يمكن زي ما بقول لحضرتك الامور هتبقى اوضح يمكن على مساء اليوم او طيب. او صباح غدا. انا مقدره طبعا ومتفهمه لحضرتك طبعا، يعني مش كل حاجه ينفع انه يعني تقال على المستوى الاعلامي، لكن كل الشكر لحضرتك ودعواتنا بالتوفيق ليك معالي السفير عمرو ابو العطا، سفيرنا او مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم معانا مرة ثانية. نرجع لموضوع المصريين في ليبيا، كنا من شوية بنتكلم على الجسر الجوي، وزارة الطيران المدني، وصلنا لكام رحلة، دلوقتي هنتكلم على العودة برا والوضع عند منفذ السلوم. لسه منفذ السلوم رافع حركة الطوارئ هناك لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا. المعبر النهاردة استقبل 3018 مصري، ووزارة الصحة مخصصة عدد من عربيات الإسعاف موجودة هناك، وكمان في تخصيص لقطارات من مطروح بتروح على اسكندرية بالمجان، ده كله في إطار تخفيف العبء على المصريين العائدين من ليبيا. معانا كده نتابع مع حضرتكم كلام الناس المصريين اللي رجعوا من ليبيا وشايفين الوضع إزاي. وبالحالة بالنسبة كان عندنا احنا في سبا في الجنوب الحالة كانت كويسة، لكن في الفترة الأخيرة دي زادت الاعتداءات، بقولها بكل صراحة على الإخوة المصريين هناك، ويعني بقى في حالات اختطاف للمصريين وطلب فدية، وفدية كبيرة جدا. ده بشكل يعني صار في وضع يعني مأساوي بالنسبة للمصريين، فاهي؟ بأن هم بيخطفوا الناس ويطلبوا عليها فدية. وبالنسبة لنا احنا هناك أغلب المصريين اللي في سابها يعني يعتبر نزلت مصر. ويعني يمكن فترة بسيطة جدا وهتلاقي إن المصريين في الجزء الجنوبي ده أغلبهم إن لم يكن 90% منهم
عاد لمصر. انا يعني دلوقتي انا راجع من سبا من الجنوب، لسه راجع دلوقتي ونازل من الهضبه. من يومين ثلاثه كان في طلع تصريح من عمر الحاسي اللي هو رئيس الحكومه بتاع طرابلس ان هو على الاخوه المصريين المقيمين في ليبيا بمغادره الاراضي الليبيه، بمغادره الاراضي الليبيه. وعشان كده حضرتك هتلاحظ ان زي ما قال لك الاخ اللي قبل كده، حاليا او فيما بعد الايام اللي جايه هتشوف تدفق كبير جدا جدا من المصريين العايدين من ليبيا. انا ليبي جاي هنا من يوم 19/1 وقعدت 20 يوم مشيت لاهلي ليبيا، وجيت اللي بنلاقي المدام في الجمرك قالوا لا ممنوع. جيت يوم الاربع طيران نزلت في البرج، ومن البرج جيت المضروح، من المضروح جيت للسلوم يوم الخميس قالوا لي ممنوع تدخل. انا معي كتيب العيله والعقد الزواج والزواج السفر، قالوا لي اي جوزه مصريه ما اي تطلعش، نعملوا ايه؟ انت متجوز مصريه؟ مش عاوز لليبيا، مش عاوز، قالوا ممنوع. اما هيئه المواني برضو لسه رافعه درجه استعدادها لمواكبه عمليه اجلاء المصريين من ليبيا، واحنا معانا لقاء دلوقتي عمله زميلنا محمد الريس مع اللواء جمال حجازي رئيس هيئه المواني، نتابعه مع حضراتكم. بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في ليبيا، رفع ميناء السلوم البري حالة الاستعداد القصوى لأقصى درجتها لاستقبال المواطنين المصريين العائدين لمحافظاتهم من المدن الليبية بعدما تم قتل عدد من المصريين في ليبيا في الفترة الماضية. الميناء بيستقبل أعداد من المواطنين المصريين المتجهين لمحافظاتهم بشكل يومي وبشكل مستمر. للتعرف على التفاصيل أكثر عن الحالة في ميناء السلوم البري معنا اللواء جمال حجازي وهو رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عشان نتعرف منه على تفاصيل العمل في ميناء السلوم البري في لقاء خاص للحياة اليوم. سيادة اللواء أهلا بيك معنا في الحياة اليوم، وبداية عايزين نعرف تفاصيل عن أعداد المواطنين المصريين اللي بيجوا بشكل يومي ويعبروا المعبر البري أو معبر السلوم البري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني احب اقول ان من ساعه ما بدات الازمه يوم 14 وجميع اجهزه الدوله على قدم وساق بتحاول بقدر الامكان ترفع درجات استعدادها وبتجهز نفسها لاستقبال الاخوه المصريين العائدين، بحيث ان احنا بقدر الامكان نسهل عليهم الدخول والوصول الى بلدهم بامان وسلام. بدءا من وزارة الدفاع اللي قدمت تسهيلات كبيرة جدا وقدمت معونة أو دعم لوجيستي كبير، وكذلك وزارة الداخلية اللي كثفت أعداد الضباط وأعداد العاملين عشان نستقبل المصريين على منع التكدس ولأن الناس تتحرك بسهولة ويسر من خلال المنفذ وتعبر بسهولة. كذلك وزارة النقل بحيث جهزنا عدد كبير من الأوتوبيسات وكذلك القطارات عشان نضمن ان الناس توصل الى محافظاتهم بسرعة وفي امان. النهاردة من ساعة ما بدأت الازمة حتى اليوم احنا وصل العدد اللي دخل حتى الان في خلال الثمان ايام الماضيين حوالي 13,000 او زاد عن 13,000. طبعا كلهم بيجوا بتتعمل معهم الاجراءات سريعا اذا ما كانش في عائق، يعني معاه الباسبور بتاعه تأشيرته واضحة ورقه سليم فبيخش فورا لا يستغرق أكثر من 40 دقيقة داخل المنفذ. بتقدم لهم جميع كافة الخدمات سواء خدمات صحية أو خدمات لوجستية بحيث أن هو ما يتعطلش ويتحرك لبلده في أسرع وقت ممكن. إحنا حاليا بنشتغل 24 ساعة يعني، ولكن في الأحوال العادية من 8 صباحا إلى 8 مساء. وقت الذروة بيبدأ من الساعة 1 وحتى الساعة 5. ليه؟ لأن الناس دي بتمشي مسافات طويلة وبتتعرض للطريق لقطاع طرق، وبالتالي هو بيتحرك الفجر بيوصل هنا حوالي الساعة 1 أو الساعة 2 بيوقف التحرك بعد كده عشان خاطر ما يتعرضش للسرقة أو يتعرض للنهب خلال رحلته الطويلة داخل الأراضي الليبية. مع هذا المقابل بيدفعه ما معهوش ما بيدفعوش، ما بنجبرش حد على أنه يدفع حاجة، وهو لو معاه هذا المقابل بيدفعه ما معهوش ما بيدفعوش، ما بنجبرش حد على أنه يدفع حاجة. هل كل العائدين بيكون معاهم أوراق أو بيكون معاهم ما يثبت شخصيتهم أو بيتطلب أن هم يقدموا أوراق معينة للدخول ولا العكس؟ في الواقع يعني من الإحصائيات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت يعني أكتر من 50% من العابرين للأسف ما معهوش أوراق ثبوتية، يعني هو بمعنى إن هو دخل لليبيا بطريق غير شرعي.
وبالتالي طبعا هو لما رجع اهلا بيه في بلده وبيخش عادي، بس بنعمل معاه اجراءات امنيه زياده شويه عشان نطمن ان هو ما عندوش مشاكل امنيه، ما عندوش مشاكل جنائيه. بمجرد ما يخش المنفذ المصري بيدخل، لو هو ما معهوش الاوراق بتاعته سليمه احنا بيحتجز بواسطه السلطات الامنيه لفتره لحين الكشف عليه ونطمن ان هو ما فيش عنده مشاكل من اي نوع، ولذلك هم بيعتبروها مده طويله. هو بيقعد من حوالي من 4 لـ5 ساعات في عربيات نقل داخلي بتاخد الناس من المعبر الى اسفل، وبعد كده بيركب اتوبيس غرب الدلتا، او اذا كان بيركب ميكروباصات خاصه. يعني الاتوبيسات الحكوميه بشكل اساسي لتيسير نقل المواطنين ويعني انقاذهم من التكدسات في الاسفل والاستغلال، ام يعني ان هو في اسباب اخرى ربما لتيسير النقل او غيرها؟ هو لمنع التكدس وتيسير عملية النقل، وفي نفس الوقت عشان ما يتمش استغلال الموقف من ناحية بعض السائقين اللي هم ممكن يستغل موقف الأزمة ويعلي الأسعار بتاعته. يعني احنا عاملينها عشان نظبط الأسعار بمعنى أصح. يعني احنا نشكر سيادة اللواء جمال حجازي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على المعلومات اللي قدمها لنا، ونتمنى لكل المصريين العائدين من ليبيا العودة آمنين وسالمين إلى منازلهم إن شاء الله. يعني ده كان لقاءنا تعرفنا فيه على تفاصيل كاملة عن العمل في المعبر وأعداد العابرين إلى داخل الحدود المصرية، ونتمنى السلامة للجميع وعودة إلى الاستوديو مرة أخرى. شكرا لزميلنا محمد الريس على اللقاء طبعا اللي عمله مع سيادة اللواء جمال حجازي مدير رئيس هيئة المواني. نعرف بقى الوضع دلوقتي عند منفذ السلوم. معايا على تليفون سيادة اللواء محمد متولي مدير المنفذ. برحب بحضرتك معانا يا سيادة اللواء. الو مش عارفه التليفون جاهز ولا. طيب لغايه ما يكون جاهز. في موضوع بقى امبارح عمل شوية قلق كده وشوية مشاكل، موضوع السجاير وزيادة الأسعار. طلع قرار بزيادة على الضريبة بتاعت علب السجاير، وكان الكلام ان زيادة 50 قرش للمحلي وجنيه على المستورد، حاجة في الحدود دي. لكن الواقع ان الناس اول ما التجار اول ما سمعوا بالقرار ده على طول راحوا رافعين، بس مش وفقا للزيادة الرسمية، لكن الزيادة بتاعتهم هم بقى. في كلام ان علب السجاير وصلت 25 و30 جنيه، ويعني ده القرار ده لسه كان امبارح، فمفيش عبوات جديده، ده اللي موجوده عندهم اصلا، فازاي زودوها بالشكل ده وطبيعه هذا القرار وتفاصيله، ويعني نفهم الكلام ده على طول من المعني بهذا الامر. معايا على التليفون وزير الماليه هاني ادري دميان. سياده الوزير مساء الخير وبرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. سيادة الوزير ممكن كده تشرح لنا موضوع الزيادة بتاعت أسعار السجاير؟ بنتكلم على زيادة قيمتها قد إيه، وتفعيل القرار ده يعني المفترض بداية من امبارح التفعيل ولا من إمتى؟ تمام، خليني أقول لحضرتك الأول المنطلق إيه، يعني إيه سبب الزيادة. إحنا عندنا استحقاق دستوري بيلزم الدولة على مدار 3 سنوات إنها تزيد الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي صحيح كنسبة من الناتج المحلي. أيوة في الصحة اللي هي النهاردة حوالي 2% من الناتج المحلي، مطلوب إن الدولة تدبر اعتمادات حتى يصل الإنفاق على الصحة إلى 3% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 16-17. فاحنا بنبدا ندبر الاعتمادات بتاعتنا واحنا بنعد الموازنه العامه من دلوقتي بالفعل. وكان واحده من المصادر الرئيسيه للتمويل الخدمات الصحيه، واللي هي هتشهد ان شاء الله طفره هيشعر بيها المواطنين خصوصا في المناطق الاقل حظا في التنميه. كان اول شيء بندور عليه هو مساله السجاير. اللي بتضر الصحه. فندم؟ اللي بتضر الصحه. اللي بتضر الصحه. لكن الفكرة كلها ان الزيادة بالفعل كانت هي 50 قرش على الانواع المحلية بالكامل وجنيه على الانواع العادية من الماركات الاجنبية وجنيه ونص على الانواع الفاخرة من الماركات الاجنبية. بيطلع قرار من وزير المالية بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية باقرار الضريبة الجديدة. القرار ده بيبقى فيه تسعير الماركات ماركة وبياخد في الاعتبار، لأن السجاير بتخضع لنوعين من الضريبة يا فندم.
النوع الأول اللي هو ضريبة مقطوعة اللي احنا بنقول عليها انها زادت بخمسين قرش وبجنيه وبجنيه ونص، ونوع تاني اللي هو موجود اللي هي 50% من قيمة العلبة نفسها. فيمكن حتى بعض وسائل الإعلام قرأت افتكرنا 50% من البعض فهمها كده. 50% دي جديدة. لا هي 50% موجودة، هو كل اللي زاد على الرسم القطعي النص جنيه والجنيه والجنيه ونص. القصة كلها ان كمان لما بيتم تطبيق بقى الضريبة النسبية اللي هي 50% فبيبقى الأثر الكامل على السعر، تجدي حضرتك مثلا النص جنيه ده يتحول إلى جنيه تقريبا، والجنيه بيقارب الاتنين جنيه، والجنيه ونص بيقارب التلاتة جنيه. ليه؟ أفندم؟ ليه؟ مش فاهم. لأن في الضريبة بقى الضريبة النسبية، ما احنا اتفقنا هو في ضريبتين. ضريبة مقطوعة اللي هي بتبقى اللي هي بتبقى بالارقام كده زي ما انا زي ما حضرتك قلت 50 على 50 قرش محلي وجنيه على الانواع العاديه وجنيه ونص على الفاخره. حضرتك بتقوله بقى التاني ال 50 قرش تبقى جنيه على المحلي، ايوه، وجنيه ونص على الانواع العاديه، وكده يبقى 2 جنيه على الفاخره. وصدر قرار بالفعل، انا اصدرت قرار يعني فور صدور قرار السيد رئيس الجمهوريه فاصدر على طول قرار، بصدر قرارين الحقيقه. قرار ان 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 في اجزاء بتروح من هذه الحصيله بتروح مباشره، يعني احنا خدنا 1.6 مليار. هي الحصيله المتوقعه قد ايه معالي الوزير الاول؟ 5.5 تقريبا، من 5 ل 5.5 يعني بتختلف على حسب كميه. 5.5 مليار بقى ولا مليار؟ طبعا مليار. فقلنا ففي 1.5 مليار تقريبا او 1.6 مليار هيروحوا للتامين الصحي، والباقي هيبدا يدخل في تمويل يعني الموازنات اللي تخص المسائل الصحيه بشكل عام. خليني اقول لحضرتك ان مثلا السنه الجايه احنا مطلوب الانفاق على الصحه بالكامل على مستوى الجمهوريه ككل، سواء بقى المستشفيات تبع لوزارة الصحة أو للتأمين الصحي أو حتى المستشفيات التعليمية اللي بتتبع وزارة التعليم العالي والمستوصفات وكل ما هو خدمات صحية على مستوى الدولة، متصورين أن هو يصل إلى حوالي 70 مليار جنيه، ده زيادة 18 مليار جنيه موجهة إلى الصحة. فلابد أن احنا نوجد مصادر للتمويل غير تضخمية. طيب يا سيادة الوزير، طيب احنا دي تاني زيادة على أسعار السجاير، واحنا عايزين نزود الإنفاق على الصحة والتعليم زي ما حضرتك تفضلت، هل كل ما هنبقى عايزين نزود الإنفاق هنلجأ للسجاير ولا في بدايل تانية برضه؟ لا طبعا في بدايل متعددة، ما احنا السياسة المالية والاقتصادية للدولة، ويمكن أنا أعلنت ده كثيرا والحكومة عموما بتعلنه بشكل واضح، ان هناك اجراءات اقتصاديه لابد منها ويتحمل يعني تكلفتها اصحاب الدخول الاعلى وتتم فيها حمايه الفقراء. اللي بيحصل في السجاير بيبقى مختلف شويه، بس حضرتك لسه انت عارف اللي بيشرب سجاير مش كلهم من علية القوم، يعني في ناس ما بنعتبرهاش من السلع الاساسيه اللازمه لحياه الناس، بس في يعني لا في ناس بتبقى دي بالنسبه لهم اساسي وبيبقوا على قد حالهم قوي، وممكن يعني للاسف يجي على بيته ومصاريفه علشان خاطر السجاير. يعني ده بيحصل يا فندم للاسف الشديد، لكن لابد ان ايجاد مصادر تمويل متعدده. احنا يمكن حضرتك تذكري في بدايه العام المالي في يوليو اللي فات كان تم زياده اسعار المواد البترولية وحدثت زيادة في أسعار الكهرباء، تم تقرير إجراءات لها علاقة بالإصلاح الضريبي. بالمناسبة يا سيادة الوزير، في كلام طالع دلوقتي إنه في زيادة على البنزين تاني، الكلام ده صح؟ هناك زيادة على الطاقة، لكن التوقيتات لم تتحدد بعد. يعني لسه ما في، بس امتى لسه؟ سياسة الدولة المعلنة إنها تتخارج من دعم الطاقة على مدار 5 سنوات مع الإبقاء طبعا على شرائح معينة اللي بتروح للفئات الأقل دخلا. تمام. ده هتظل الحماية موجودة ليهم ومع برامج أخرى لتدعيم الحماية الاجتماعية. لكن دعم الطاقة يستفيد منه الأكثر دخلا منهم الأقل دخلا. طب سيادة الوزير،
المشكله ان تبقى الزيادات دي من حضرتك تفضلت ممكن تبقى البعض يعرف يعني يدبر اموره، مش زياده كبيره قوي بالنسبه لاسعار السجاير، لكن الواقع بقى وفي السوق لا، الناس ما صدقت وزودت بالفعل اكتر من 50%، يعني الاسعار غلوها جدا. فضوابط تفعيل هذا القرار وازاي تراقبوا الاسواق وتراقبوا الناس الرقابه على الاسواق بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي والجمركي، ده حاجه. مباحث التموين ايضا هيتم التنسيق مع السيد وزير التموين، لان القرار نشر، هو يمكن حصلت دربكه لان قراءه القرار ما كانتش سليمه. هو الناس اعتقدت ان ال 50 في القرش ال 50% دي كما لو كانت هي زياده جديده. ايوه طب واصحاب المحلات وفي الاكشاك يعني اروها ازاي ويزودوا مع نفسهم كده ازاي يا فندم؟ برضه يعني هو ده الحقيقه زي ما بقول لحضرتك، هو سوء قراءه للقرار. كما لو كان ان ال 50% دي مستحدث، هي مش مستحدث، هي طول عمرها موجوده ومعاها الضريبه المقطوعه، هي اللي زادت بقى بال 50 قرش جنيه وجنيه ونص. بشكرك سيد هاني أدري وزير المالية، شكرا معالي الوزير على وجود حضرتك معنا وعلى توضيح هذا القرار، شكرا لحضرتك. امبارح الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم قاموا بتوقيع بروتوكول للكشف على سواقين أتوبيسات المدارس علشان يعرفوا موضوع إذا كان السواقين بيتعاطوا مواد مخدرة ولا لا أثناء القيادة، اللي هم مسؤولين على أرواح يعني الطلبة والتلاميذ. فالداخلية أعلنت إنها تسحب التراخيص الخاصة بالقيادة من السواقين اللي هيثبت تعاطيهم للمواد المخدرة. زميلتنا آية جمال الدين كانت موجودة وتابعت البروتوكول اللي تم من خلاله التوقيع على تابعت المؤتمر اللي تم من خلاله التوقيع على هذا البروتوكول، وبرضه شافت موضوع التطبيق. نتابع مع حضراتكم. حملة أمنية نظمتها وزارة الداخلية على المدارس بالقاهرة الكبرى للكشف على سائقي حافلات المدارس وبيان مدى صحتهم أو تعاطيهم للمواد المخدرة. بما معانا مندوب بوزاره الصحه بيقوم بكاشف، بيكون معاه كاشف بالنسبه للمخدرات، بيكشف على الفصيله، بياخد منه عينه من التحاليل وبنشوف اذا كانت ايجابيه او سلبيه، لو ايجابيه نتخذ الاجراءات القانونيه ضد قائد هذا الاتوبيس، وايضا لو سلبيه خلاص احنا بنتاكد منه بس بالنسبه لسلامته وبالنسبه للقياده. بدايه من العام الدراسي المقبل ان شاء الله هيتم سحب العينه على كل سائقي مصر، لكن النهارده بيتم سحب العينه بشكل عشوائي، واعتقد ان ده هيكون اجراء مهم جدا للحد من حوادث الطرق لا سيما ما بين اتوبيسات المدارس. حرصا من الوزاره على سلامه الطلاب الذين يستقلون حافلات المدارس، وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين وزارتي الصحه والتربيه والتعليم، والتي على اثرها نفذت جولتها اليوم في اولى ايام الحمله. هنختار بطريقه عشوائيه بين السائقين لحافلات المدارس وهنبتدي نعمل لهم تحاليل فوريه. عملنا طبعا جلسه عشان نشوف ايه المواد الاكثر استخداما بين السواقين، وحددنا ايه هي الكواشف السريعه اللي هنختار بيها. معانا تمريض، فريق من التمريض وفني المعمل، وهيعملوا التحاليل، وبعد كده الدكتور هياخد التحاليل الايجابيه فقط، هياخد بقيه العينات وهيرجع بيها للمعامل بتاعتنا نعمل تاني التحليل بطريقه دقيقه اكتر على اجهزه توكيديه. تنفيذ المرحله الاولى من الحمله يشمل محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه، على ان تمتد لمحافظات اخرى تستكمل خلالها هدف الحمله من اجل امن وسلامه طلاب المدارس. آية جمال الدين، الحياة اليوم. فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. امبارح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استقبل في حضور وزير الداخلية ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة، استقبلوا ممثلين عن حملة مجندة مصرية. الحملة دي بتضم حوالي 15,000 فتاة، البنات طالبين إن هم نظرا طبعا للوضع وللحرب ضد الإرهاب إن هم يكون ليهم دور ويكونوا حاضرين في المشهد ويتطوعوا بشكل أو بآخر في القوات المسلحة ويحملوا السلاح لتصدي للأعمال الإرهابية. إحنا من ناحيتنا بقى نزلنا الشارع وتكلمنا كده مع بعض الفتيات والسيدات نسألهم عن رأيهم في تجنيدهم لو المسألة دي بالفعل اتاخد بيها إن هم يكونوا جزء من القوات المسلحة. نتابع مع حضراتكم رأي الناس. كل جيشها بنات والعالم كله،
كل جيوشهم بنات. بل طب انا في نيويورك شفت عساكر المرور بنات اجدع من الرجاله 100 مره. ايه المشكلة؟ ممكن يحصل مشاركة عن طريق مثلا لو في أعمال كتابية، أعمال سكرتارية كده، لكن في الجزة نفسه ويشيلوا سلاح وكده والكلام ده، ده البنت بتخاف تفتح باب الشقة لأي حد، هتقف في الجيش ازاي يعني؟ كل واحد أصلا يعني جواه فكرة، هو مقتنع إن هو ممكن، يعني في بنت مقتنعة إن هي هتقدر إن هي مثلا تتطوع، ماشي؟ هي أهلها والبيئة بتاعتها موافقين، فهي دي فكرة على حسب كل بنت هي مقتنعة بيها. إن هو بشكل اختياري ده شيء كويس. الموضوع ده من حقنا كل، يعني ربنا خلقنا كلنا عندنا قدرات نقدر نستخدم قدرات البنت في حاجات زي دي كويس قوي. هي احنا بس مشكلتنا بننظر البنت ان هي عشان الجواز والحمل وده كله هياخد من عمرها، فممكن الموضوع ده يتقنن بسن معين للجواز بشكل معين ويبقى الموضوع مفتوح. لو البلد محتاجانا لازم نقف. هما ما ينفعوش طبعا بنات الجيش، الجيش ده للرجالة بس، هما ليهم اماكن تانية لو هما عايزين يخدموا الوطن، فليهم اماكن تانية ممكن يروحوا يتطوعوا فيها. لكن في حاجات كتير جدا، يعني حاجات كتير قوي يساعدوا في البلد، يساعدوا مع الحكومة، يشوفوا هما يقدروا ايه يعملوا، لكن الجيش ازاي؟ طيب خلونا نتابع مع حضراتكم بقى الجولة التفقدية اللي قام بيها اللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية بتفقده لعدد من المدارس في محافظة المنيا. إن شاء الله اللي هتتخصص كلجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب بالتزامن مع إعلان أسماء المرشحين اللي تم قبول أوراقهم. نتابع مع حضراتكم. جولة تفقدية لقائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء أركان حرب توحيد توفيق في محافظة المنيا للإطمئنان على الحالة الأمنية والاستعدادات الجهرية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد عدة أسابيع. واطلع قائد المنطقة العسكرية المركزية على حالة عدد من المدارس التي ستكون مقراً انتخابية، وقدم بعض المساعدات لرفع كفاءتها على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب. الزيارة ليها أهداف متعددة الحقيقة، وهو أولها هو إحنا بنراجع الخطة الأمنية اللي إحنا عاملينها بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن عشان الانتخابات، والمدارس دي تعتبر من المقرات الانتخابية اللي هيتم فيها الاستحقاق الثالث إن شاء الله، فده الهدف الرئيسي. وفي لجان بتمر دلوقتي على المقرات كلها عشان تتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعملية الانتخابية إن شاء الله. محافظ المنيا الذي رافق قائد المنطقة العسكرية المركزية في جولته أوضح أن هناك تنسيقاً وتكاتفا بين كافة الأجهزة الحكومية بما فيها القوات المسلحة التي تشارك بقوة في تنمية وصناعة المستقبل. إن مصر هي عبارة عن كيان واحد وأسرة واحدة، الجيش مع الشرطة مع الشعب مع الأجهزة الحكومية زي مديرية التربية والتعليم، كلنا في الآخر توحدنا في شخص واحد. وشملت جولة قائد المنطقة العسكرية المركزية تفقد قوات التأمين في نطاق محافظة المنيا للإطمئنان عليها ومراجعة كافة احتياجاتها ورفع درجة الاستعداد لديها لضمان خروج العملية الانتخابية على أكمل وجه. أمين إبراهيم، الحياة اليوم. طيب الدولة كده بتشتغل عادي جدا مكملة وبتستعد للانتخابات من ناحية التأمينية. اللجنة العليا للانتخابات كنا بنتكلم مع المستشار عمر مروان امبارح المتحدث باسم اللجنة قال احنا شغالين لآخر لحظة، لكن في المقابل بعد تقرير هيئة مفوضين الدولة ايه الوضع؟ الانتخابات هتتأجل؟ هتحصل في ميعادها؟ ايه السيناريوهات المختلفة للموضوع ده؟ ده اللي هنسأل عنه في فقرتنا اللي جاية ان شاء الله مع ضيوفنا، مستمرين مع حضراتكم. حالة من الارتباك في المشهد السياسي، الأحزاب والقوى السياسية بتعيد حساباتها مرة تانية بعد طبعا تقرير هيئة مفوضي الدولة اللي هاي مفوضي الدستورية اللي اتكلم على بعض المواد وشبهة عدم دستورية. الأمر طبعا كله متروك للمحكمة الدستورية العليا، هي اللي هيكون ليها الكلمة أو القول الفصل، لأن التقرير أصلا هو تقرير غير ملزم. لكن على كل الأحوال احنا مع حضراتكم هنحاول نفهم ايه المشكلة بالضبط وايه الشبهة جاية منين ومدى قانونية يعني
بعض الأشياء اللي ممكن الأحزاب ساعتها زي ما بقولها تعيد حساباتها مرة تانية. في أكتر من سيناريو في حال إذا تم التأجيل أو إعادة الإجراءات من أول وجديد، دعوة الناخبين للاقتراع، الإجراءات والكشوف والمرشحين اللي قبلت أوراقهم، هل كل الكلام ده هيتم هده ونعيد المسألة من الأول تاني ولا لا؟ ده اللي هنحاول نفهمه مع حضراتكم النهاردة من خلال الأساتذة اللي مشرفينا في الحياة اليوم. دكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد القوانين المنظمة العاملة الانتخابية، برحب بحضرتك معنا دكتور علي، أهلا وسهلا. والفقيه القانوني والدستوري والمحامي الكبير طبعا أستاذ عصام الإسلامبولي، أهلا وسهلا بك أستاذ عصام. هبتدي مع حضرتك يا أستاذ عصام عشان توضح لنا التقرير الحقيقة يعني، والشبهة جاية منين أو المشاكل أو العوار المنتظر أنه يتم الفصل في المسألة دي إيه؟ هو مبدئيا هناك أربع تقارير الهيئة مفوض المحكمة الدستورية أودعت هذه التقارير الأربعة بالنسبة لأربع طعون مقدمة أمام المحكمة. هناك تقارير أخرى ما زال يجري إعداد ليها لدعاوى أخرى موجودة يعني. الأربع طعون تقريبا كلهم بيتكلموا عن عدة أفكار. في طعن متعلق مثلا مسألة تقسيم الدوائر بالنسبة للمقعد الفردي، البعض بيرى أنه تقسيم الدوائر بالنسبة للمقعد الفردي لم يكن محققا القواعد والمعايير التي وضعها الدستور اللي هو التمثيل العادل والتمثيل المتكافئ سواء للناخبين أو السكان والمحافظات، وبالتالي ده كان محل طعن، وهو ده أخطر أو أخطر طعن يترتب عليه أثار حياة كبيرة إذا ما أخذ به. الأمر الثاني أمر متعلق بمسألة الدعاية الانتخابية، الدعاية الانتخابية ما بين الفردي وما بين القائمة. الأمر الثاني يتعلق بمسألة تغيير الصفة، تغيير صفة الناخب بعد أن يكتسب العضوية بأنه لا يجوز تغيير صفته إذا ما جاء للبرلمان، في حين استثنى المرأة فبرضو ده محل طعن كده في تمييز، وإن كان ده لا يثير مشكلة لأنه ده لمرحلة تالية بعد العملية الانتخابية يعني ما يأثرش في أيضا في مسألة متعلقة بالمصريين المقيمين بالخارج، في مسألة الشرط الجنسية المتفردة بالنسبة لهم، لأن المادة 88 تحدثت عن أن تراعى أوضاعهم الخاصة فيها، ومسألة التمثيل الملائم ليهم من حيث العدد، ومسألة عدم إنشاء دوائر خارج مصر تمام برضو من ضمن الأمور دي يعني تقريبا. طب لو قسمناهم إيه اللي يهدد العملية الانتخابية أو يعني خلينا نعيد الإجراءات من أول وجديد، وإيه اللي ممكن تلافيه ويبقى لا المسألة بسيطة ونكمل عادي؟ في موضوعين خارج برا القصة دي. الموضوع اللي أنا أشرت إليه وهو مسألة تغيير الصفة لأن هذا لن يحدث إلا بعد اكتساب الصفة العضوية، ما فيهاش أي مشكلة، لسه بدري. تمام. الأمر الثاني وهو مسألة الدعاية الانتخابية، السقف الدعاية الانتخابية ده تقدر قوي اللجنة تعدل بس بتشريع، لأن النص القانون قال أنه محدد الرقم واللجنة أصدرت قرارات تنفذ هذه المواد، فده برضو بسيط جدا ما يعرقلش العملية الانتخابية. لكن تقسيم الدوائر بقى ده هو ده بقى هو ده. لأنه هيعيد ترتيب المسألة من جديد، هيقسم الدوائر من جديد، وبالتالي من الناس ممكن أو تتغير مواقعها، كان نازل في الدائرة دي غير الدائرة دي، جت عنده وراحت هناك إلى آخره، يحصل فيها عملية كبيرة. فده كده الكشوف والناس اللي قدموا ويرجعوا يقدموا من أول وجديد، لا هو يقدم ما يتعلق بالمكان اللي بيتقدم فيه إنما المستندات اللي تحصل عليها وقدمها ما فيهاش مشكلة أنها تبقى. طب بنتكلم يعني الكشوف الطبيه او الاقرارات الذمه الماليه او في شو التشبيه والمسائل دي كلها اعتقد لكن انا بتكلم يا استاذ عصام نفتح باب الترشيح من اول وجديد والناس تقدم اوراقها اذا ما تم. خلي بال حضرتك عشان نبقى عارفين المحكمه قدامها ثلاث خيارات. اولا المحكمه سوف تنظر اول جلسه يوم الاربعاء القادم في اربع طعون طبقا للقانون 26 لسنة 2014 اللي عدل من قانون المحكمة الدستورية، عمل إجراءات وقواعد خاصة في العملية دي بخصوص الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فحط سقف أو حط جدول زمني على المحكمة أن تراعيه. القيد الحقيقي اللي هو الموجود أنه بدءا من يوم الأربعاء نعد خمس أيام للمحكمة أن تفصل في أي طعن نظرته، يعني من يوم الأربعاء يبقى عندنا سقف مثلا نقول لغايه يوم 2-3 ما ينفعش التأجيل أو تبدأ عن لا يجوز أيام. لأن القانون قال في خلال خمس أيام من تاريخ نظر أول جلسة، يبقى الأربع طعون دول حد الأقصى ليهم هو يوم
2 3 وبما ان المحكمه اصلا 2 3 مارس 2 3 المحكمه اصلا بتنعقد كل يوم احد فاتصور يوم 1 3 هيبقى الفصل فيه الاربع طعون على الاقل. الطعون الاخرى اللي لسه في اعداد تحت اعداد التقرير هي برضو هنشوف هل هتنتهي منها غدا ام هتنتهي بها يومها او المحكمه هتعمل لها جلسه خاصه ثاني يوم دي حسب الظروف. المهم ان اول فصل في اربع طعون احنا قدامنا سقف زمني هو يوم 2 3 هو الطعون اللي بعد كده يعني هو اجمال الطعون اصلا قد ايه اللي انا اعلمه انهم سته حوالي 7 طعون ما اعرفش بقى طب اللي بعد كده ممكن يعني على نص مارس ولا بنتكلم في وقت قد ايه عشان لا الفصل ما اعتقدش هو يمكن الاسبوع الاول من مارس تبقى كل الطعون دي تقريبا انتهى الفصل فيها فالمحكمه امامها ثلاث خيارات يا تحكم بعدم القبول اذا رات انه ليس هناك مصلحه او صفه للطاعنين في بعض الامور ومعنى عدم القبول يعني لا يحكم في موضوع النزاع انما بيقول ما فيش اجراء شكل مفتقد يحق للاخرين انه يطعنوا دي عدم القبول يا اما يدي رفض الموضوع وبالتالي تنتهي المساله او يدي عدم دستوريه وفي الحاله دي يترتب عليها التصور لحضرتك هو التقرير كده بيتكلم على كل المواد اللي عرضها عدم دستوريه لا التقرير هو شايف عدم دستوريه لا التقرير قال عدم دستوريه في بعض النصوص وقال رفض في بعض النصوص وقال عدم قبول في بعض النصوص لان هم اربع تقارير هي التقارير دي يا دكتور علي يعني الوضع برضو طبعا احنا كنا بنحاول نتواصل مع اعمال اللجنه نطمن انه كله تمام ومفيش اي ثغرات علشان ما يتمش الطعن على القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه فالحاجات دي كلها ما كانتش قدام حضراتكم وانا هتكلم برضو بصراحه اكتر لان كتير من الاحزاب اتكلموا قالوا بصراحه المساله مش مفاجاه لينا احنا حذرنا وقلنا في شبهه عدم دستوريه هو طبعا انا يعني مش هتكلم في التقرير لان التقرير بيمثل جزء من الموضوع المعروض على المحكمه وانا مش هعلق لا سلبا ولا ايجابا عما جاء في التقرير بس انا هرجع الى ان الاحزاب قالت او حذرت يمكن هذا غير صحيح هو ما حدش بيحذر وما حدش بيعرف ان القانون دستوري او غير دستوري لا سيما وان القانون هو وبيتم صناعته اخذنا راي الاحزاب وراي الجهات كلها والقوى السياسيه لا كانوا معترضين يا دكتور حضرتك عارف لا هو لم يكونوا معترضين يعني انا اقول لحضرتك ان احنا كان توجهنا الاول من خلال الاراء اللي جمعناها من الاحزاب ان ناخذ بالانتخاب الفردي ولكن ان كانت امامنا معضله دستوريه اللي هي تمثيل الفئات السته اللي نص عليها الدستور فبالتالي ان احنا جعلنا نسبه معينه ل 120 كنا اكثر من كده لان كان في الاول كان 500 تقريبا المجلس كان حوالي 640 عضو كان الاقتراح الى ان احنا نزلنا الى ال 540 وبالتالي خلينا 120 للقوائم لتمثيل الفئات السته اللي نص عليها الدستور وايضا 420 للانتخاب الفردي. جينا في الدوائر على الانتخاب الفردي واعتقد ان حضرتك كنت متابعه هذا ان كان توجهنا ان احنا ناخذ بمقعد لكل دائره يعني وان مان وان فوت قلنا ودي كانت مريحه جدا وكانت سهله في التقسيم وبالتالي لا تثير اي شبهه لعدم الدستوريه. هذا الاقتراح تم العدول عنه لان كانت في صعوبات على ارض الواقع انه هيستغرق وقت وكان في ضغط من الاحزاب من القوى السياسيه باجراء الانتخابات. بدانا نقسم الدوائر في حدود ال 420 هي الاعداد اللي كانت متاحه للمقاعد الفرديه. احنا ما كناش بنقسم تقسيم مزاجي ولا تقسيم تعسفي ولا تقسيم فيه ميل او هوى اللي هي كل الاعتبارات اللي قالت على المحكمة الدستورية على المشرع ان يبتعد منها ابتعدنا منها تمام اصبحنا ان احنا لابد ان نجري التقسيم في اطار المادة 102 المادة 102 بتقول ان في تمثيل عادل للسكان وللمحافظات وتمثيل متكافئ للناخبين هذا بالإجابة إلى هذا بالإضافة إلى بعض المعايير اللي هي وضعتها المحكمة الدستورية أيضا في رقابتها السابقة والمعايير العالمية اللي بتاخد بها أعرق الدول في الديمقراطية إنجلترا ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية فلا يمكن أن احنا نبتدع تقسيم خارج النص الدستوري وتقسيم خارج المعايير العالمية
لما نيجي بقى نطبق هذه المادة 102 تمثيل العهد، أولا لابد وأن نراعي التقسيم الإداري اللي للدولة المصرية، وهذا التقسيم الإداري اللي ثابت منذ زمن طويل، اللي أنا بتعامل معها الصحة، اللي بتعامل معها التعليم، اللي بتعامل معها الشرطة، اللي بيتعامل معها إنشاء المحاكم، كل ده تقسيم إداري. لا يمكن أن أنا أخرج لم أحدد مكونات الدائرة الانتخابية، وده الكلام اللي قالت عليه المحكمة الدستورية، لا يجوز الاقتطاع من المكونات الإدارية لدائرة وإضافتها على دائرة أخرى. فالتزمنا بهذا المعيار. المعيار الثاني أن يكون فيه تجانس اجتماعي للدائرة، يعني أن أنا مش ممكن أحمل جزء من دائرة عمالية لدائرة حضرية أو لدائرة مثلا في زراعية لأحملها على دائرة بداخل المدينة. لابد أيضا أن أراعي، وزي ما قالت المحكمة الدستورية، أن المشرع وهو يضع التشريع يجب أن يضع في اعتباراته تحقيق المصلحة العامة، واللي هي منها السلام أو السلم الاجتماعي. حضرتك كل ده بتكلمني في تقسيم الدوائر والمعايير اللي اشتغلتوا على أساس السلم. ما أنا بقول لحضرتك عشان قالوا فيها السلم الاجتماعي، أنا لابد أن أراعي أبعاد اجتماعية معينة في مكونة الدائرة. وفي بعض الدوائر في الصعيد ان انا يا افصل بينها، يعني ما اقدرش اخد يعني مكونين اداريين لقسم ولمركز او لمركزين واجعل منهم دائره واحده. في بعض الصعيد قد تاتي باحتراب اهلي بالنسبه لهذه الدوائر. فانا كمشرع اذا لم اراعي هذا البعد، وده اللي قالته المحكمه الدستوريه، المصلحه العامه والسلم الاجتماعي، التشريع نفسه لا يحقق غرضه، وهو غرض التشريع الاستقرار. طب معلش انا برضو نفهم برضو المساله بشكل اوسع. امال تقرير هيئه المفوضين قال ايه على تقسيم الدوائر؟ لا وانتهى التقرير، انتهى الى عدم دستوريه جدول التقسيم بتاع الفردي تحديدا تقسيم الدوائر. ليه بقى؟ ما انا هقول لحضرتك لانه برضو لم تراعي. ما هو ده المشكله، هقول لحضرتك احنا عندنا مشكله المسائل ننطلق منها عشان نوصل. طبعا انا سعيد جدا ان الدكتور علي عبد العال ده صديق عمر حقيقه، ومن اعز الاصدقاء، الله يخليك. انما الحقيقه المشكله كانت عده امور. نمره واحد، ان الاول مره دساتير المصريه تنص على تحديد معايير وضوابط لمساله مجلس النواب وتكوينه والدوائر والى اخره، ده ما كانش موجود قبل كده. كان القانون يصدر وبيترك لوزاره الداخليه تعمل التقسيم، فكنا بنرى مهازل حقيقه يعني. وكان دايما كل انتخابات قبل الانتخابات بشهر مثلا يجري تعديل لتقسيم الدوائر، وتفصل الدوائر على مصالح وافراد معينه. بالظبط، فده كان شيء رائع، نقله رائعه، ان الدستور يتضمن تحديد القواعد. وفي المقابل بقى قيد على الوضعين القانونيين، لانه خلاص مقيد بمواد في الدستور. يريد ان يضع، طبعا يريد ان يضع قواعد موضوعيه مجرده ينبغي تطبيقها. طيب تطبيقها بقى هو ده المشكله. بالظبط، تتنقل من النصوص الى قواعد. طب ده كان بقى يحتاج ايه؟ ده مهم بقى، هو ده المشكله اللي حضرتك اشرت اليها، انه الاحزاب قالت كلها وغير الاحزاب، يا جماعة أولا القوانين دي، إحنا عندنا أربع قوانين بتحكم العملية الانتخابية: قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس النواب، قانون تقسيم الدوائر، وده أول مرة يتعمل له قانون، ما كانش بيطلع بيه قانون، كان بيسمى قرار. القانون الرابع ما هوش مسار، ولكن هو قانون إفساد الحياة السياسية، لأن القانون حتى مباشرة السياسية مباشرة الحقوق السياسية علق عليه أو وضع بعض شروط خاصة بيه. تمام، هذه القوانين هي، واستاذنا موجود وله مؤلف في هذا، هو من القوانين المكمله للدستور، تاتي في زمره القوانين المكمله. يعني ايه قوانين مكمله للدستور؟ يعني قوانين لها من الاهميه ومن الخصوصيه، حتى بتراعى عند المناقشه وعند التصويت عليها، ان يبقى لها ليها اغلبيه خاصه لاهميتها وخطورتها لامور تتعلق بمباشره الحقوق الدستوريه للمواطن. كويس. طيب البرلمان مش موجود. مظبوط؟ تمام. يبقى كان يتعين يفتح باب الحوار المجتمعي لكل الافراد للمناقشه في هذه القوانين اللي بتحدد مسار الحياه الديمقراطيه في المرحله القادمه. الحقيقه الجلسات اللي اشار اليها الدكتور ما كانش نقدر عليها حوار مجتمعي، انما يمكن لقاء او اثنين وانتهى الامر. وفوجئنا يوم 5/6 بصدور القانون مباشر الحقوق السياسيه، 5/6/2014 بصدور قانون مباشر الحقوق السياسيه وصدور قانون مجلس النواب دون حوار مجتمعي. فالناس عملت
آراء وكتبت مذكرات الأحزاب كلها على فكرة، وأرسلت للسيد الرئيس سواء عادل منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هذا، يا جماعة هذا القانون ينبغي أن يدخل في حوار مجتمعي وفي ملاحظات، هي 1 2 3 4 اللي هي تقريبا ملاحظات محل الطعون تقريبا يعني، وتم تقديمه ولم يتلقوا رد لا سلبا ولا إيجابا، واستمر الوضع اللي هم عليه. ثم بعدها زاد الطين بل، صدر قانون تقسيم الدوائر وبرضه دون حوار مجتمعي، فبقت في مشكلة إن الناس غير راضية وترى ان تطبيق المعايير الدستوريه في شكل بقى بتاع. بس عارف يا استاذ عصام في موضوع تقسيم الدوائر اتقال لنا صح يا دكتور مش مهم قوي الحوار المجتمعي فيه، ده بالورقه والقلم وتتحسب. لا اصل هو انا عايز اقول لك قانون تقسيم الدوائر يعتبر قانون تنفيذي لمجلس النواب مرتبط بيه جدا. يعني بيشتغل في نفس الاطار مرتبط بيه، لكن انا بتكلم ان هم حسبوها ازاي. يعني انا افتكر الدكتور علي برضو يذكرني بالكلام ده، قال لي انه احنا عايزين اللي هو تمثيل العادل وللسكان والنسبي وكل الكلام ده وزن كل مقعد. لو طبقنا الكلام ده هنلاقي ان محافظات حدوديه او حاجات ليها اعتبارات امن قومي مش هيكون ليهم ولا كرسي مثلا، فاحنا وزننا ما بين ده وده. ساعتها احنا بنتكلم على التقرير، بيتكلم بقى على انه لا في عدم دستوريه في القصه دي. فيبقى يا دكتور يعني اولا هو بعد اذن انا رد على اخويا وصديقي الاستاذ عصام. هو احنا عملنا حوار مجتمعي بالنسبه لقانون مجلس النواب وبالنسبه لقانون مباشره الحكومه. عايز اقول لك الاحزاب مبسوطه باللي حصل ده، اقول لك هتعملوا بقى اول جديد وهتضطروا للحوار المجتمعي. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا مكاتبات من الاحزاب ان هي اشادت بهذا الحوار وفي احدى القاعات في وزاره مجلس النواب والعدالة الانتقالية. التقينا بكل الطيف السياسي في مصر، سواء من الوفد إلى التجمع إلى المرأة، كل أعضاء المجلس القومي للمرأة، الشباب، أعضاء النواب مجلس شعب وشورى سابقين، كل هؤلاء الناس أخذتم برأيهم؟ أخذنا جمعنا كل الآراء في مجلس النواب، أخذنا بالآراء. يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة، إحنا كنا متجهين وزي ما بتقضي كثير من دول العالم اللي هو المتقدم إن يكون في موطن انتخابي، يعني الإنسان ما يترشحش إلا في المكان المقيد فيه في قاعدة بيان التنخبين. ثم لقينا علينا ضغوط غير عاديه ولقينا هيجان فعدلنا عن هذه ايضا كانت. بالنسبه لسقف الدعايه الانتخابيه قالوا مش عاوزين المال السياسي يدخل كتير جدا، خفضنا من المال السياسي. ايضا بالنسبه للتامين كنا رافعينه قالوا لا ده في شباب هيترشح وبالتالي ان ما فيش تشجيع للشباب، فخفضنا سقف برضو التأمين إلى 3000 جنيه. فإن إحنا أخذنا بكتير جدا. بس بالنسبة بس في حاجات جوهرية يا دكتور اللي هي موضوع القوائم مثلا ما شكل لا يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة، هي القوائم ما فيش مشكلة فيها، يعني أنا مع احترامي وتقديري لما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية اللي أنا يعني طبعا سلبا ولا إيجابا لن أرد عليه، ولكن لم يأتي على القوائم، لم يأتي على تقسيم الدوائر حتى بالنظام الفردي إلا مجموع بعض الدوائر في بعض المحافظات أورد عليها بعض الملاحظات. بالنسبة لتقسيم الدوائر هي عملية فنية، وأنا أقول عملية فنية وهي المحكمة الدستورية قالت لك دي عملية مركبة، المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية قالت إن تقسيم الدوائر عملية معقدة ومركبة وبالتالي لا يدخل تعداد السكان فيها الاعتبار الواحد، وإنما هناك اعتبارات أخرى يجب أن يراعيها المشرع. إحنا هذه الاعتبارات سواء من النواحي الاجتماعية، سواء من النواحي الأمنية، سواء من الناحية السياسية، سواء من عدم الاقتطاع من المكونات الإدارية للدائرة، كل هذه الاعتبارات إن إحنا راعيناها. اللي هو بلس ماينس في الانحراف التشريعي، أخذنا بأقل من المعدلات العالمية اللي هي إزاي إن احنا نجبر كسور الناخبين وفي بإطار الدائرة أو نحملها على دائرة. طيب خلينا نكمل على الجزئية دي برضو، تكمل فكرتك دكتور علي وأسمع تعليق أستاذ عصام على الكلام ده، لكن بعد الفاصل إذا تفضل. أنا
رحب بحضراتكم معنا مرة تانية. عارفين ان الموضوع ممكن يكون فيه كتير من التفاصيل الفنية او المصطلحات القانونية اللي مش عايزين نغرق فيها قوي، لكن عايزين نفهمها بشكل مبسط. القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ايه مشكلتها بالظبط؟ تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بيتعرض لايه؟ والمحكمة الدستورية هتفصل في المسألة دي، وايه شكل او طبيعة السيناريوهات وعلاقة ده بالانتخابات؟ تتأجل، ولو تأجلت تتأجل يعني الأجل غير مسمى ولا المواعيد محددة ولا هتعاد العملية من أولها؟ دكتور علي عبد العال أستاذ عصام كان بيتكلم قبل الفاصل على تقسيم الدوائر، وإن في أكتر من وجهة نظر وفي معايير عالمية خلينا نقول، لكن لما نتكلم على السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالمسألة دي، وحضرتك تفضلت وقلت إن أخطر طعن هو المتعلق بموضوع تقسيم الدوائر، وهو ده اللي ممكن يعني يخلي المسألة يعطلها ويرجعها من أول وجديد. اشرح لنا الجزئية دي وتعليقك على كلام دكتور علي. تقسيم الدوائر والسيناريو المتعلق بقى بالتأجيل فيها. هو في الحالة دي إذا ما المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية تقسيم الدوائر هيترتب عليه الآتي. أولا لازم نعرف أن الدعاوى دي ذهبت إلى المحكمة الدستورية عن طريق محكمة القضاء الإداري. محكمة القضاء الإداري اللي احنا بناخد بنظرية أو بفكرة الدعوة الدستورية تقام عن طريق الدفع الفرعي، يعني أثناء نظر قضية يدفع بعدم دستوريتها القاضي يقدر مدى جدية الدفع، فعنده حاجة من الاثنين، يا يحيل من نفسه يا يصرح للمدعي أنه هو يروح يرفع، وده اللي حصل. الطعون دي كلها أثيرت أمام محكمة القضاء الإداري، فالمحكمة قدرت جدية الدفوع وقال له تفضل روح ارفع الدعوة وحدد له مواعيد زمنية التزم بيها. تمام. فنمرة واحد، محكمة القضاء الإداري محددة جلسة يوم 3/3 لتعرف مدى ما انتهت إليه أو ما هو ما انتهى إليه المحكمة الدستورية العليا من فصل في الطعون المصارة أمامها، وهي المعنية بالقرار الصادر بإجراء الانتخابات، يعني هي اللي بتنظر الطعن على القرار الصادر بإجراء الانتخابات على هذا الشكل. فيوم 3/3 لو المحكمة الدستورية قبلها حكمت بعدم دستورية النص مثلا المتعلق مثلا بتقسيم الدوائر، أيوه، هيحصل الآتي. المحكمة الدستورية هتقول عدم الدستورية. تمام. وهتقول ليه؟ هتحط الضوابط اللي أخذت بيها والمعايير. يروح القانون لمين؟ يجي القضاء الإداري، نروح يوم 3/3 مع محكمة القرار القضاء الإداري اللي هي الدائرة الأولى بتاعة الانتخابات. هتقول المحكمة في هذه الحالة هتوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين الانتخابات يوم كذا وكذا بناء عليه إلى أن يتم إجراء التعديل التشريعي، وبعد كده نحدد معاك لما جاء في أحكام محكمة الدستورية. التعديل بقى للجنة على هنا بنفس التعديل. هنا مين المخاطب بأنه يصدر القانون؟ المفروض المخاطب الآن في ظل الوضع اللي احنا فيه رئيس الجمهورية، باعتبار بيجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فالرئيس الجمهورية عنده أكتر من خيار. قد يكلف لجنة التشريع بوزارة العدل تعمل هذا، وقد يكلف اللجنة التي أعدت القانون بإعداد هذا، وقد يكلف لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد هذا. هو الآن الأوقع أنه هيكلف نفس اللجنة اللي عدت القانون لأنها ملمة بكل التفاصيل وعملوا مجهود رائع وعظيم. بس أنا بقول حضرتك أنا كانت المشكلة في عدم الحوار المجتمعي، بقولها تاني، الأحزاب قدمت مذكرة تفصيلية حقيقة أنا من الذين ساهموا فيها وقدمناها وتفصيلية. طب انت رفعت من الدعاوى دي؟ حضرتك رفع منها؟ انا ليا دعوه في موضوع المصريين اللي مقيمين في الخارج. بس كده عرفت. ده انا كنت هقول لك حته السؤال دلوقتي يا استاذ عصام. لا لا قولي، ما يهمكيش. لسه تقرير هيئة المفوضية. لسه صاحب دعوه من الدعوة. لا دول من الاثنين اللي لسه ما تمش فيهم. طيب لا، السؤال بقى كان يعني ايه؟ ان الناس اتضايقت. صدق هقولها بتجرد وبحياد، دي مساله يعني. ماشي، قال لك ايه اللي رفع الدعاوى دي؟ يعني عايز يعطل العمليه. لا انا مش مرشح على فكره. لا يعني دي اغراض. طب الدنيا كانت ماشيه ليه دعاوى بعد بالدستوريه والكلام ده؟ لا ممارسه الحقوق الدستوريه تحديدا مساله ما فيهاش يعني ما ياما المحكمه الدستوريه حكمت بنصوص غير دستوريه فعلا ونقلت المجتمع نقله رائعه جدا، يعني بالعكس. ايوه، لكن تعطيل الانتخابات او تاجيلها، انا مش على اي هوى وما اعمل اي قانون واقول اللي هيطعن يبقى بيعطل. طب ايه المصلحه؟ يعني مصلحه اللي كان يتقدم بهذه الدعوه اللي تم التنبيه عليها من قبل. يعني طيب طيب ماشي، هنا ممكن حد يقول لك حلو برضو نعدل الكلام ده علشان الانتخابات اللي جاي يبقى محصن او ما يبقاش عرضه للحل. ماشي، فهل الكلام ده واقعي ولا لا؟ ممكن بعد ما البرلمان ما يحصل ممكن برضو حاجه تانيه يرفع دعاوى. انا برضو عايز اقول انه الشيء الرائع بنشيد بيه، الشيء اللي فيه عيوب بنقول ان فيه العيوب، يعني التعديل اللي جرى
على قانون المحكمة الدستورية حل كبير جدا المشكلة دي، لانه هي عمل ايه؟ بدل ما كنا نعمل انتخابات وبعدين يجي يصدر حكم فيتحل البرلمان فيقول لك المليارات راحت على الفاضي وجهد الناس راح، احنا من الاول نبقى عارفين. فهو التعديل اللي ادخله المشرع في بالقانون 26 سنه 2014 اثناء وجود الرئيس الجليل المستشار عدلي منصور عدل قانون المحكمه الدستوريه حتى يتم الفصل في الطعون المتعلقه بالعمليه الانتخابيه سواء البرلمانيه او الرئاسيه قبل اتمامها. دي تبقى اسمها رقابة سابقة؟ دي مش رقابة سابقة، لا ده بينظم مواعيد إجراءات الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية عشان يخلي المحكمة تفصل في الطعون قبل تكوين البرلمان. طيب لكن السؤال برضو إنه لو الموضوع ده خلص وتلافينا العدم الدستورية في القوانين والبرلمان جه، أي حد سين أو صاد من الناس ينفع أن هو يرفع دعوة قضائية حتى في نفس هذه المواضيع مرة تانية ويحصل فيها أو مواضيع جديدة؟ هيقضى فيه بعدم جواز، بعدم مش عدم جواز المحكمه، هو المفروض عدم جواز. لا ما ممكن في تشكيل لمحكمه، انما المحكمه لا، التشكيل مختلف، المحكمه مش افراد، المحكمه مبادئ، بتحط مبادئ وقواعد وتلتزم بيها، يروح زياد يجي عمرو دي مساله ثانيه، انما دي قواعد ثابته، هيدي باعتبار الخصومه منتهيه لانه صدر قبل كده حكم فيها، ده اللفظ اللي بتستخدمه المحكمه الدستوريه، ما بتقولش عدم جواز، بتقول باعتبار الخصومه منتهيه لانها سبق قبل كده انها حكمت في هذا الامر. لكن في مواضيع ثانيه، لكن لو جه في محل طعن جديد لم يكن مصرا من قبل من حق اي مواطن. مفهوم. ايه رايك يا دكتور؟ عماد الحق انتقاد يعني. هي بردي ان احنا بندور حوالين يعني ان احنا لم نسمع للكلام اللي قيل من الاحزاب، احنا استمعنا جيدا بس ان احنا لا يمكن ان نخرج او نجري تقسيم خلافا الماده 102 واللي هي قننت ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة، ولا المعايير العالمية، يعني يؤخذ من على القانون من خلال صحف الدعاوي اللي هي رفعت إن القانون يعني تجاوز في بعض الدوائر عن مبدأ العدالة في بالنسبة لعدد السكان وعدد الناخبين، بمعنى أكثر بساطة إن في دوائر وزن النسبي فيها للمقعد أكبر من دائرة أخرى، يعني دائرة مثلا فيها 200,000 أديناها مقعد واحد، دائرة مثلا فيها 70,000 أديناها مقعد. إحنا في هذا عملتوا كده؟ إحنا ملتزمين في هذا بإيه؟ ملتزمين برضه بالنسبة للمعايير اللي وضعتها المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة كانت بتجري عملية تحديد العدالة توزيع المقاعد بالنسبة للمحافظات، يعني تنظر للمحافظة ككل لا تنظر لكل دائرة على حدة. الدائرة وضعت فيها وضعت قيد على المشرع ألا يكون تقسيم الدائرة فيه هوى أو تقسيم الدائرة ده في اقتطاع من المكونات الإدارية لدائرة أخرى. فإن إحنا التزمنا بهذه المعايير، لم نقتطع من دائرة ولم نقسم تقسيم في هوى ولا تقسيم مزاجي ولا تقسيم تعسفي. طب الوزن النسبي للمقعد؟ بالنسبة للمقعد إن إحنا أخذنا معيار، المعيار إن حوالي 130 أو 131 ألف، وإن إحنا قلنا هذا هو وزن المقعد النسبي، ولكن بنتحرك في البلس ماينس زيادة أو نقص وفقا هنا بقى للمعايير العالمية. نيجي للمعايير العالمية بقى، هنيجي بقى للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وفي حكم شهير للمحكمة الفيدرالية العليا اللي هي تعادل محكمتنا الدستورية، وأعتقد في تعاون ما بين المحكمتين من الناحية الفنية، إن يعني قالت المحكمة دي إن كان الطعن بخصوص 4%، يعني أحد المواطنين رفع دعوة وقال إن في تجاوز في 4% وبالتالي يبقى في عدم دستورية في قانون تقسيم الدائر. جات المحكمة وقالت له ده 16.5% مسموح به أكثر من ذلك وأكثر من ذلك طالما إن المشرع راعى المصلحة العامة وكان نزيها، يعني قالت له honest and good faces، يعني بمعنى إن هو عنده حسن نية
وبالتالي كان ايه نزيها في هذا التقسيم. طب هنا بقى استقبال حضرتك لمساله الطعون الكثيره اللي رفعت، يعني برضو استقبلتها؟ مش كثيره، مش كثيره، ده بالنسبه لاثنين فيهم ولا ده سته؟ مش كثيره، حق تقاضي. ايوه هنا بقى بتكلم على ايوه اللي ليه صفه وحق تقاضي، وهل ممكن يكون ده تعطيل للعمليه السياسيه؟ البعض قال لك كده، ده دول مدفوعين. لا 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 لا، انا بقول لحضرتك اللي بيقال ان خايفين يكون، يعني المصلحه فين؟ لا انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني ان احنا مش نحل نفسنا محل المحكمة القضاء الإداري ونقيم المصلحة أو المحكمة الدستورية، برضو هي حتوزن المصلحة. ولكن حق التقاضي ده مكفول لكل مواطن، يعني ممكن بكرة تفاجئي واحد رافع دعوة بعدم دستورية، أي نص، هذا حقه. ولكن في اللي يعني يقيم الموقف، سواء كانت محكمة الموضوع في القضاء الإداري تقول فيه جدية ولا لا، إذا انتهت بالجدية زي ما قال الأستاذ عصام، أيوة، يبقى المحكمة الدستورية أيضا بتقيم فكرة المصلحة، لأن ليها برضي معايير للمصلحة أمامها. فحق التقاضي مكفول، ولكن إن ما فعله المشرع وهو يعني يستحق فيها الإشادة، إن قصر مدد التقاضي أمام المحكمة الدستورية، ويمكن في مجموعة ما بتتجاوز 20 يوم بيصفي فيها كل الطعون وبدأ زي ما قالت. طيب دلوقتي يا دكتور برضو جزئية أخيرة، مع السيناريو اللي تفضل بيه أستاذ عصام ورجع القوانين لحضراتكم مرة تانية لنفس اللجنة، هل عندكم بلان بي، يعني تصور تاني لتقسيم الدوائر أو حتى المواد اللي هيحكى فيها؟ هو البلان اللي هتكون عندنا إحنا موجودة، بس إن إحنا بننتظر الحكم. الحكم بالتأكيد هيدي خريطة طريق للمشرع. يعني انتوا كلجنة مثلا اجتمعتوا اتكلمتوا مع بعض الايام اللي فاتت بعد الكلام ده كله؟ بالتأكيد، ما ان احنا اجتمعنا، وان احنا ربما ان كان يعني هيئة قضايا الدولة اللي بتتولى الدفاع يعني قعدت معانا، اطلعت، كانت ترغب في الاطلاع على بعض النقاط الفنية، وضحنا ليها النقاط الفنية، وضحنا ليها المعايير، سواء كانت المعايير اللي تضمنتها المادة 102 او المعايير العالمية، لان ايضا برضو في المحكمة الدستورية ملمة بكل، وهي من يمكن من 3 محاكم على مستوى العالم، فأيضا بشخوص القضاة المرموقين اللي هي على رأس هذه المحكمة ملمين بهذه القوانين والدساتير والأوضاع. طب هنا بقى يتحدد ميعاد اللجنة برضه تنتهي امتى من التعديل أو التغيير لو طلب؟ يعني أعتقد أن المحكمة الدستورية لو صفت هذه الطعون يمكن في خلال الأسبوع القادم، أعتقد أن هو أهم طعن، والطعن اللي ممكن يبقى له أثر كبير جدا اللي هو الطعن الخاص بالدوائر. ولكن ما يطمني أن أيضا أن حتى في التقرير اللي أودع أن بعض الدوائر في النظام الفردي، مش كل الدوائر، بعض الدوائر كانت التقرير له ملاحظات، الكلمة الأولى والأخيرة للمحكمة الدستورية. ننتظر لنرى، أكيد طبعا. لو قضت بعدم دستورية بعض النصوص سيتم تعديلها، لو قضت بالدستورية يبقى حسنا بالنسبة للمحكمة. طيب لو أستاذ عصام، لو يعني انتخابات 21 مارس مش كده؟ لو ما بقتش 21 مارس تكون امتى؟ لا، دي مسألة بعد تعديل التشريع ما يتم في حالة حكم بعدم مصرية، وتنتهي اللجنة من إعداد التعديل التشريعي، هيتفضل السيد رئيس الجمهورية بإصدار هذا التشريع بعد مراجعته مرة تانية من مجلس الدولة. وما عندناش مواعيد تنظم المسألة دي أو حتى أقصى بعد ما يصدر القانون بعد بالشكل ده، اللجنة العليا هتجتمع عشان تحط جدول زمني جديد تفعل به النصوص في إطار ما تم تعديله من قوانين. يعني اللي هو امتى يعني المساله هتاخد لها يمكن من شهر ونص لشهرين ان شاء الله، يعني ان شاء الله هي ما فيش يعني مده مش محتاجه لمده، مش كتير قوي يعني، هي زي ما الناس بتقول لك على السنه دي، لا حدود شهر ونص شهرين يعني ما يطمن، ويمكن يطمن الكثيرين حتى داخل اللجنه وخارج اللجنه، ان الملاحظات هي خاصه ببعض الدوائر وحجمها مش كبير على فكره، يعني حجمها مش كبير. طيب بعض الدوائر بحجمها مش كبير، يعني المسألة مجرد ما فيش إرجاء يعني أو تأجيل لأجل غير مسمى، يعني لا لازم لا هيحصل، لا هيبقى بكتير قوي طبعا. لأنه ده الاستحقاق الثالث ولابد أن يتم.
استاذ عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري المعروف طبعا، ودكتور علي عبد العال استاذ القانون وعضو لجنه اعداد الدوائر الانتخابيه. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم وتشريفكم لينا. حاولنا بقدر الامكان نبسط الكلام ونبسط التفاصيل القانونيه اللي ممكن في الاول وفي الاخر يعني اللي يهم المواطن يبقى ويهم مصر كلها دلوقتي، الاستحقاق الثالث مستقر ان شاء الله بالظبط كده بالظبط كده. بشكركم بشكر حضراتكم، بكره ان شاء الله يوم جديد في الحياه. اليوم اشوفكم على كل خير باذن الله.